حياكم الله متابعي القنوات الرياضية السعودية في كل مكان، طاب مساءكم بالخير ومسرات. تحية طيبة مني وكل الزملاء في فريق العمل لبرنامج الديوانية، ليلة جديدة من ليالي القنوات الرياضية، سهرة إن شاء الله نقضيها معكم لمدة ساعتين لمناقشة الكثير من الأخبار المستجدة والهامة في الوسط الرياضي. اليوم أسعد بصحبة نخبة من الضيوف الخبراء والنقاد والإعلاميين الرياضيين المعروفين. نسعد بتواجد الأستاذ سعود الصرامي، أيضا الأستاذ عثمان أبو بكر رمالي، والأستاذ عوض رقعان، والأستاذ صالح الطريقي، وأيضا يتواجد معنا الأستاذ عبد الرحمن الجماز والأستاذ عيسى الجوكم. حياكم الله جميعا، مساكم الله بالخير جميعا. الله يحييك. أهلا وسهلا. اليوم إن شاء الله عندنا الكثير من الأخبار اللي راح نفتحها ونناقشها فيما يتعلق بالمنتخب السعودي وبقية الأخبار الأخرى، نستعرضها معكم ثم نعود. وصل المنتخب السعودي الأول تحضيراته لملاقاة نظيره الكوري الجنوبي في إطار استعدادات الأخضر للبطولة الآسيوية، حيث طلب المدرب الإيطالي مانشيني اللاعبين بتعديل الأخطاء لا سيما في مركزي حراسة المرمى وخط الدفاع. قررت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد القدم حرمان ماجد المرزوقي مدير الاحتراف بنادي الشباب من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة عام، مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 300,000 ريال بسبب إثارة الرأي العام واتهام لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين واتحاد القدم. قدم الأمير عبد الرحمن بن تركي العضو الذهبي بنادي الشباب دعما ماليا للنادي بقيمة 10 ملايين ريال، حيث قدمت الإدارة المكلفة برئاسة خليف الهويشان شكرها وتقديرها لسموه على الدعم غير المستغرب. أعلن النادي الأهلي رحيل اللاعب سلمان المؤشر عن صفوفه بعد مسيرة امتدت لأكثر من 8 أعوام، حقق فيها اللاعب مع الفريق بطولة الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد وكأس السوبر السعودي. طيب، كانت هذه أبرز وأهم الأخبار الرياضية. راح نتكلم عن أيضا المنتخب السعودي إن شاء الله بعد قليل، لكن قبل ذلك اليوم لجنة الانضباط والأخلاق قررت باتحاد القدم قررت بحرمان الأستاذ ماجد المرزوقي مدير الاحتراف بنادي الشباب من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة عام، مع إلزامه بدفع 300,000 ريال، وذلك بسبب إثارة الرأي العام واتهام لجنة الاحتراف أوضاع اللاعبين واتحاد القدم. هذا الخبر اللي اليوم صادر من لجنة الانضباط والأخلاق حول ما يتعلق بالأستاذ ماجد مرزوقي وما صاحبه أو صاحب موضوعه من تفاصيل كثيرة ومثيرة للرأي العام، وأيضا تخللها تفسيرات عديدة من كافة الوسط الرياضي. أنا ودي أسمع رأي ضيوفنا حول هذا القرار وهذه العقوبة الصادرة بحق الأستاذ ماجد المرزوقي. سعود الصرامي، أبو فهد، كيف تعلق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أرحب فيك الساد بندر وبالأخوة المتواجدين والمشاهدين والمشاهدات. أنا أعتقد أنها عقوبة مستحقة، نعم، لأنها كانت يعني فيها مجموعة من التحقيقات، وأثبت لجنة الانضباط أن التغريدة لم تكن مناسبة ولم تكن في محلها، لكنها في درجات التقاضي تعتبر حكما أوليا، نعم، لأنه في نهاية الكلام قالوا ويحق له الاستئناف. أنا أشوف أنه القرار يحتاج يعني إلى استئناف. أعتقد ممكن إذا كانوا الشبابيين ذاهبون إلى الاستئناف ممكن يحصل الأستاذ ماجد المرزوقي إلى يعني تخفيف في العقوبة وليس إلغائها، يعني ممكن تتحول العقوبة إلى 3 شهور وأن المبلغ المالي يتم تخفيضه. خلينا نشوف وش يصير في عملية الاستئناف. ممكن أنه يكسب الشبابيون هذا الاستئناف، خاصة
وأنه الشبابيين يعني سبق أنه حدث لهم مثل هذا الأمر في موضوع الكابتن محمد العويس وماجد المرزوقي، أحد الناس اللي تم معاقبتهم في قضية محمد العويس الشهيرة، أحد الأطراف أو أحد الأطراف المهمة في قضية محمد العويس الشهيرة، وانتهت القضية بعد الاستئناف ببراءة ماجد المرزوقي. كل هذه التفاصيل تحتاج إلى إحنا للصبر. إحنا نقول للمشاهدين والمشاهدات والرياضيين والرياضيات الرياضيون أنه القرار ليس قرارا نهائيا، وإنما سيذهب الشبابيون للاستئناف. لكن إجمالا أنت مع هذا القرار أبو فهد ولا لا؟ أنا مع أي قرار يخرج كرة القدم من الملعب. أي طرف كان يريد إخراج كرة القدم من الملعب أنا ضده، لأنه مش معقول أني أصرف كل هذه المئات الملايين من اليوروات ومن الدولارات وأيضا من الريالات وألقى أنه النجومية ذاهبة يا لإعلامي يا لإداري يا الحكم. هذه كلها أدوات مساعدة. يجب أن يكون كرة القدم داخل الملعب. يعني مثلا لما تفرغ نجوم الهلال ونجوم الاتحاد لتقديم مباراة الكلاسيكو، شاهدنا واحد من أعظم المباريات مش على مستوى المملكة ولا على مستوى الخليج ولا آسيا، بل شاهدنا مباراة تعتبر من أفضل المباريات على مستوى العالم. بإذن الله تعالى احنا متفائلين بأن كرة القدم ستكون جوا الملعب ولن يخرجها الأبطال المزيفين إلى خارج الملعب. أبو صهيب، كيف تعلق على هذا القرار؟ تتفق مع أبو فهد بأن يعني قرار كان في محله أو قرار متوقع بالنسبة للكثير من الرأي العام الرياضي؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أمسي عليك أخوي بندر وأمسي على الزملاء الكرام والمشاهدين والمشاهدات. الحقيقة القرار أنا من وجهة نظري أنه جميل أنه صدر حتى نسمع من صوت لجنة الانضباط والأخلاق، هذه اللجنة التي تغيب كثيرا وننتظرها في بعض المواقف وبعض الحالات، ولكن لا حياة لمن تنادي. فربما أعتقد أن هذه الحادثة حركت هذه اللجنة وأخرجتها لنسمع ونصل إلى هذا القرار. هذا القرار من وجهة نظري هو انتصار للوائح، انتصار للأنظمة، خاصة أنه كما يعني ذكر أنه قرار جاء بعد تحقيقات وبعد سماع يعني كل الأطراف وتطبيق لوائح وأنظمة. فأكيد إحنا طالما الأمر يعني يرتبط يحتكم إلى هذه اللوائح والأنظمة لابد أن نؤيد هذا مثل هذا القرار، لأنه يعني خاصة المسمى يعني إنه المنتظر هو الانضباط، هو يعني عدم التشويه وعدم الإساءة لسمعة الآخرين سواء من خلال التغريدات أو من خلال إثارة الرأي العام. لكن المرجو أنه وزي ما قال أبو فهد طالما أنه هناك استئناف فهذا يعني أنه سنصل إلى آخر درجات التقاضي، ومن حق هذا المعاقب أنه يذهب إلى هذه الدرجات ويأخذ يعني حقه كاملا. لكن أرجع وأقول أنه جميل أنه أخيرا سمعنا صوت لجنة الانضباط والأخلاق. أبو إبراهيم، أستاذ صالح الطريقي، عقوبة مستحقة برأيك؟ طبعا الموضوع يستحق أن نتناوله من ثلاث جهات. تفضل. الجهة الأولى ما فعله الأستاذ ماجد، حقيقة ارتكب خطأ إداري وقانوني. من أي ناحية؟ هناك طرق لأخذ حقك وفي الدوائر القطاع العام والقطاع الخاص. يعني على سبيل المثال لو ذهبنا إلى المحكمة الإدارية أو ديوان ما يسمى ديوان المضال، لو ذهبنا سنجد موظفين كثر قدموا قضايا ضد وزارات وكسبوا قضاياهم، وبالتالي في إجراءات قانونية عليك أن تتبعها، وهذا اللي ما فعله الأستاذ ماجد. هذا أمر أنا أتمنى أنه يصير درس للجميع. لديك حق، هناك طرق قانونية تذهب فيها. يعني على سبيل المثال ماجد قال أرسلت للوزارة، الوزارة لم ترد، وممكن تذهب إلى أبعد، تروح إلى
المحكمة الإدارية أيضا، وبالتالي في طرق قانونية، بينما هو لدى إلى توجيه إساءة، هي إساءة للجنة. ليش؟ لأنه ما هي الأدلة في النهاية، ما هي الأدلة؟ عندك أدلة روح قدمها وتستطيع أن تأخذ حقك. الوزارة كانت واضحة في هذا الأمر أبو إبراهيم، ووضحت للرأي العام بأنها أحالت الموضوع إلى لجنة الاختصاص في الاتحاد السعودي لكرة القدم. ما وش أقول أنا؟ أقول أنه لم يتبع الإجراءات، لم يتبع، حتى لو وجد أن هناك تعسف عليه من الوزارة يستطيع أن يذهب إلى المحكمة الإدارية، في طرق قانونية نلجأ لها، فبالتالي هو يستحق العقوبة لما فعله بمخالفته والإساءة. نأتي إلى الشق الثاني قبل ما نروح للشق الثاني، وهو إثارة الرأي العام. هذا مصطلح فضفاض، كيف نحدده؟ ما الذي يثير؟ طبعا أحيانا احنا نشوفه الآن في تويتر، نشوف أحيانا واحد يضرب ولده يثير الرأي العام. صح ولا لا؟ واحد يطلع مثلا شورت في مكان عام يثير الرأي. انت ابو ابراهيم في التصرف اللي قام فيه، ما انت ما تشوف انه اثاره للرأي العام؟ انا ارى التصرف اللي سواه ارتكاب مخالفات اداريه وقانونيه في طرق ما لجأ لها، واساء للجنه الاحتراف، واساء لهذا اللي سواه. اثاره الرأي العام شيء فضفاض ما نقدر نحكمه، لكن نستطيع ان نحكم الإساءة، هل هذه إساءة؟ نستطيع أن نكتشف أو نعرف السب، المخالفة، نعرف القذف، وهذه كلها لا عقوبات. إثارة الرأي العام مصطلح فضفاض، يعني أنا حقيقة أنا أشوفه لما أجي أعاقب واحد على إثارة الرأي العام، مين يحدد الإثارة؟ واتهامه أيضا لجنة الاحتراف، ما هم استندوا في القرار على إثارة الرأي العام واتهامه لنجة الاحتراف وأوضاع اللاعبين. شوف أنا قلت لك عقوبته معروفة واضحة، اتهام، مخالفة الأنظمة، ما اتجه إلى الأنظمة الإدارية والقانونية اللي معروفة، هذا منتهي فيه. أنا أتكلم عن مصطلح إثارة. الآن لو أعاقب واحد أقول أثار رأي العام، طيب كيف نحدد الإثارة؟ فأنا أتمنى يبعدوا هذه المصطلح ويخلونا على مصطلح الإساءة، السب، القذف. نعم. هذا واضح. هذه نأتي إلى آخر شق وهو المهم جدا. نرى أنه يستحق أو ما حدث له إلى أن يستأنف هو عقوبة كانت مستحقة له. في أمر ثالث، وهو أننا لم نشاهد تحقيق في حدث صار لنا، وهو قدوم إدارة اللي هي إدارة الشباب، وخلال 28 يوم قدموا أربع أعضاء استقالاتهم بسبب شيء ما. طيب هذا الشيء ما وشو؟ ما ندري. لماذا لم يتم التحقيق في هذه القضية؟ لأنه قد يرى البعض، وإلى الآن أعضاء شرف الشباب يروا أن هناك في دور لهم في بيع عقد حسان، وكان يمكن للنادي أن يحقق فوق 150 مليون. أنا أتمنى أنه هذا أيضا يحقق فيه. إذا والله كل الأمور كانت كويسة، كل الأمور فيها هذا، يرجع الحق لأصحابه. يعني إحنا إلى الآن ما ندري، خلال 28 يوم إدارة تأتي خلال 28 يوم ويحدث خلاف ويتم استقالات، يعني رئيس أحضر معه أعضاء، هؤلاء الأعضاء في النهاية قدموا استقالتهم خلال 28، لماذا قدموها؟ ما السبب؟ هل الخطأ منهم؟ بعد قضية تنبكتي، لا في 25، لا الاستقالات، استقالتهم في 25 حسب النادي، والقضية بدأت في لجنة الاحتراف في 25 وحكمت في 27 بشكل سريع جدا، في 25 حسب البيان الوزارة، حسب البيان
انه في 25. فبالتالي انا اللي قد يكون الرئيس صح، قد يكون في شيء ما، لكن لكي يرتاح الشبابيين نعم لابد ان والله حدث تحقيق إيضاحة. وهذه نتائجه نتائجه ان كل شيء والشباب لم يهضم حقه بس نعم. يعني تعتقد يا صالح انه في سبب اخر لاستقالة الإدارة الشبابية غير قضية بيع عقد حسان تنبكتي؟ شوف أنا أتفق معك أنه كشبهة هو، لكن في النهاية تظل شبهة، نحتاج إلى تحقيق لنخرج بحقائق. أنا الآن لو تقول لي أنه تعتقد كذا أتفق معك في الرأي هذا، لأنه في كلام ذكر أنه السبب أنه ما عاد إليهم الرئيس في قرار بيع عقد اللاعب للهلال، هذا ذكر. أنا اللي أقصده وتردد. هذا كلام غير موثق، نحن نريد الحقائق نعم. الحقائق يتم من خلال التحقيق، ما الذي حدث؟ هذا اللي حدث والله لا يوجد خليني أقول لم يهدر رئيس الشباب لم يهدر أموال النادي 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 وتمت نعم. أو والله في حدث خطأ واضحة. وبالتالي إذا كانت الصفقة جور لا ترجع نعم. يعاد كل واضحة. شيء بنرجع نتكلم في الشأن الشبابي بس خلونا نسمع تعليقات حول قضية المرزوقي. عيسى الجوكم رأيك على هذا القرار؟ في البداية خلينا أقول لك يا من بيان وزارة الرياضة بتحويل القضية إلى جهة الاختصاص ومن ثم بيان لجنة الاحتراف بتحويل أيضا الموضوع إلى لجنة الانضباط، القرار متوقع يعني ما أحد يقول لك أنه القرار غير متوقع. إحنا فقط اللي هو كنا نبحث عن الإيقاف، كنا نبحث عن يعني أصل العقوبة، وبالتالي جيت لي في السؤال القرار متوقع؟ نعم القرار متوقع، لكن الكل تحدث في الجوانب القانونية، لكن الاستفادة لمدراء الاحتراف بعد هذا القرار أنه مهما يكون من خلاف أو اختلافات في مجالس الإدارة مهما يكون من عملية ضغوط، مهما يكون من عملية كلام معك أنت كمدير احتراف في أي نادي، يجب أن يكون المرجعية لك لجنة الاحتراف. خلينا نكون واقعيين أكثر، اللي هو الأستاذ ماجد وقع في أثناء المخاطبات إلى عام الضغط شبابي كبير جدا واختلاف شبابي كبير جدا، يعني الأمر ليس بالأمر العادي والروتيني، لا كانت هناك مشكلة ومشكلة كبيرة جدا داخل إدارة نادي الشباب وخارج إدارة نادي الشباب، وبالتالي أنا من وجهة نظري وقع حقيقة الأستاذ ماجد تحت الضغوطات ولم يراعي من وجهة نظري مرجعيته واللائحة التي ينتمي إليها وهي لجنة الاحتراف، وبالتالي هذا درس إلى كل مدير احتراف في أي نادي أن تكون مرجعيته هي لجنة الاحتراف مهما تكون الخلافات داخل مجلس الإدارة، مهما تكون الاختلافات داخل نادي. أبقى في النقطة الثانية وبعجالة بالنسبة إلى التحقيق، بالنسبة إلى استقالة إدارة نادي الشباب، لائحة واضحة جدا، استقالوا 4 لأن النصاب لم يكتمل وبالتالي طبقوا اللائحة، فيما عدا أنه توقيع رئيس النادي مع اللاعب أو انتقال اللاعب هناك خطاب تفويض واضح من قبل مجلس الإدارة، أعضاء مجلس الإدارة مفوض فيه رئيس نادي الشباب بالتوقيع في عملية الانتقالات، وبالتالي انتهى كل شيء. طيب ليه استقالوا؟ اعترضوا بعدين، هذا اللي أنا أقول ليه ولماذا. في شيئين مهمين، وهي أنت تتكلم عن المرجعية وليس بالمطلق. المرجعية اسأل أي واحد الآن موجود، إذا مرجعيتك قالت لك خالف النظام حتخالفه؟ لا ما حخالف، ما حتخالف. وبالتالي المرجعية لا، بس عشان أنت تقول لازم أنفذ المرجعية إذا كانت الإجراءات قانونية. المرجعية لا يمكن لها أن تخالف النظام وتفرض علي أني أخالفه لأني أعاقب أنا. بالتأكيد، وبالتالي لو وبالتالي مرجعيتي طالما وفق النظام أنفذ الأمور. طيب هو مرجعية لجنة الاحتراف، هو لجنة الاحتراف أنت عاطيك اللي هو بنور وعاطيك اللي هو لوائح وعاطيك، وبالتالي فيها جدل مين لجنة الاحتراف هي المرجعية
ولا بصفته مدير النادي مدير الاحتراف يا استاذ صالح يرجع الى 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 الى, إلى النظم واللوائح التي لا النادي فيها النادي مسألة فيها خلاف فيها شربكة عموما بس انا فكرتي انه المرجعية تفرض عليك ان تنفذ نعم. النظام هو ما تواصل مع لجنة الاحتراف ابو عبد الله انا كاني قرات اول او لا تابعت لا تواصل ويقول تعرضت تواصل مع لجنة الاحتراف يعني انا في البيان هذا في البيان اتمنيت انه يوضحوا او يفصلوا تفاصيل أي. لانه هو يقول اذكر من كلامه انه تعرضت لبعض التهديدات في النظام يعني انه تعمل كذا ما تعمل كذا لا بس انا اللي يهمني المرجعية الان هو ابو ابراهيم يتكلم عن المرجعية وهو اعتقد انه تواصل مع لجنة الاحتراف استشار المرجعية وطلبوا من تنفيذ الامر بالضبط احنا ايش بنقول يعني عشان بس تكون الصوره واضحه احنا انا بالنسبه لي بس هو يدعي انه في شيء مخالف النظام لا وفي شيء انه تعرض لضغوطات من نفس المرجعية انا اتكلم هو ما ادعى انه مخالف النظام يقول التوقيع هذا ما اعرفه توقيع الرئيس بالضبط أيه. هو قالها بالضبط لكنها تواصل مع لجنة الاحتراف واعطوه الرئيس نفذ المطابقه واعطوه التعليمات واعطوه التعليمات لا هو يا بندر في في عمليه الف باء معروفه انه انت بتدخل لاعب في نظام التي ام اس وتتابع مع لجنة الاحتراف كل مدراء لجان الاحتراف في الانديه عارفين النظام بس هو يعني يتكلم عن هذا الموضوع انا في البيان هذا كنت اتمنى حتى نستفيد احنا لأنه هو بيتكلم تعرض لضغوطات وأنه كذا وزي ما تفضل خمر خالف كان في تفاصيل شوية نتمنى إحنا نعرفها بصراحة لأنه موضوع الإيقاف طبعاً طيب أوكي هذا الإيقاف طيب وارد طيب التفاصيل هذه ما أقنعتك أو ما أشفت غليلك مو ما أشفت غليلي إثارة الرأي العام لا هو الموضوع اتهام لجنة الاحتراف هذه كلها ذكرت ثاني العقوبة غير وتفاصيل العقوبة هو مخالف حتى لو كان شوف كل كلامه صح اللي كتبه بالبيان كل كلامه صح يعاقب عليه نعم حتى لو كل كلامه صح لأنه لم يأخذ الإجراءات الصحيحة طيب أنا اللي أقصده أنه في تفاصيل في نفس الموضوع لأنه أنت تتكلم عن الآن عندك 18 مسؤول لجنة احتراف في الأندية غير المرحلة القادمة مثلا في الأندية الدرجة الأولى فهي الفكرة أنه أنت أنا أتفق مع عيسى وتعرض لضغوطات بس إنسان عندك تجربة وكم سنة في هذا المجال نعم بصراحة أتمنى أنه يستفيد من هذا الدرس وأنا أعتقد إحنا أشبهنا ما شاء الله وسبق أنه تكررت منه مثل ما قال أبو فهد قبل شوي عارفين القصة في قضية العويس لا بس فيه أسئلة تستحق أننا نبحث عنها إجابة أي. يعني مثلا نادي الهلال في حسابه الرسمي أعلن اللي موقع فهد بن نافل مع اللاعب لجنة الاحتراف أعلنت في بيانها أن الموقع عبد الله الجربوع رئيس التنفيذ عبد الله الجربوع مبعد بقرار رسمي من القائمة نهائيا بقرار رسمي من وزارة الرياضة بسبب اللائحة الحاجة الثانية لا أبو فهد مبعد بسبب اللائحة لأن السن بس الآن أنا أتكلم لك الآن الهلال أعلن أن اللي يوقع هو رئيس النادي فهد بن نافل لجنة الاحتراف أعلنت أن اللي موجود في التوقيع عبد الله الجربوع عبد الله الجربوع سليم عبد الله الجربوع البيان البيان اللي قال في بيان لجنة الاحتراف قال عبد الله الجربوع هو الطرف الهلالي في اختلاف هنا الحاجة الثانية اللي تعتبر جدا مهمة وتستحق المساءلة والتساؤل نعم نظام الحوكمة ممنوع جدا استخدام الإيميل الشخصي أيه. بيان لجنة احتراف قالت أنه رئيس نادي الشباب المستقيل خالد ثنيان في يوم الاستقالة أرسل لنا 27 في يوم الاستقالة لا في يوم القرار طيب أصبر طيب في أنا ما يهمني أنا يهمني كذا 27 أنه الحوكمة أنه مرسل من الإيميل الشخصي الخاص به وهذا يعتبر في نظام الحوكمة مخالفة صريحة وواضحة كل هذه الجوانب تستحق أنه يتم التساؤل عنها لكن إحنا في النهاية نقول أنه الموضوع الآن إن شاء الله بإذن الله أنه أغلق تماما واللي أنا متأكد فيه أن الشباب سيعيش فترة أخرى أفضل من الماضية أبو عبد العزيز عبد الرحمن الجماز أسمع رأيك حول هذا الموضوع شوف هو
قرار أول شيء متوقع ومستحق. بس في أسئلة اللي يسألها أبو فهد إنه ويبحث عن إجابة. والتوقيع طبيعي إنه عبد الله جربع هو من يوقع. هو الرئيس التنفيذي. مو بعد طيب هو. تم إبعادهم في أحيان في قائمة الإدارة الأولية. بعدها تم إرجاع اللي هم رؤساء التنفيذيين إلى حين تعيين رؤساء تنفيذيين جدد. تكليف. واضح؟ لا مو واضح. صح. كل لا مو واضح. مبعد بقرار رسمي من الوزارة. أنا أبعدك كوزارة جهة. ورجعت الوزارة. ألقى الأقل مني درجة. إدارية يرجع. ليه أبعدته؟ أبعدته بقرار. الإدارة الجديدة. ليه أبعدته؟ لسنة. تجاوز 65. لأنه كان رئيس تنفيذي لأكثر من 3 فترات. طيب. إيه؟ مبعد يعني مبعد. يا ابن الحلال أبعد. طيب. وبعد الذي أبعده أعاده بقرار مؤقت إلى حين تعيين رئيس تنفيذي جديد. طيب احنا واضح ولا مو واضح؟ لا مو واضح. ما تبغى. لأني أنا عندي. لحظة. مخالفة لحظة اللائحة. أبو إبراهيم. الوزارة اللي رجعتها. المرجع هي اللائحة. الوزارة المرجع. يا أخوي اسمعني يا أبو إبراهيم. أبو إبراهيم. لحظة أبو إبراهيم. السؤال هو احنا سؤالنا ابعد من ايش؟ ابعد أبو صهيب دقيقة. معلش دقيقة بس عشان نفهم الموضوع. دقيقة. ابعد من اللائحة. من القائمة. ولم يبعد من رئيس التنفيذي. ابعد من قائمة المرشحين. العملية ترى العملية ما هي عملية ما هي بفهلوة. احنا قدامنا قرار رسمي ولا من وزارة تأليف. العملية ما هي تأليف. صوت يا أبو صهيب. اصبر يا اخوي. طيب ما هي تأليف. في عندنا تداخل اصوات. احنا عندنا فهلة ولا تأليف. لا وش تقول؟ ما هي تأليف. تأليف ايش؟ ما هي تأليف. تأليف ايش؟ انت تقول ما هي فهلوة. اي ما هي فهلوة ولا هي تأليف. صح. وين التأليف اللي انا سويته؟ تأليف. وين اللي انا؟ انت تأليف. لحظة يا اخوي. لحظة مرشحة يا اخوي. شوف بسأل حكي. طيب انا بسأل سؤال. انت سألتني. انا ما خليتني اسأل. السؤال انا بسأله ما عرفت اسأله. لحظة ابو فهد. كنت سألت السؤال ابو عبد العزيز. السؤال محرج. ابن سعود. ابو فهد. السؤال محرج. محرج لك. محرج لك انت. مو بلي انا. لحظة. الان بقرار رسمي منشور. واحدة. سؤال وجواب. بقرار رسمي منشور. سعادة الأستاذ المهندس عبد الله الجربوع تم إبعاده. أنت عندك قرار رسمي منشور بإعادته؟ أجاوب. عندك؟ أجاوب. خلينا نجاوب. طيب تفضل أبو عبد العزيز. عندك؟ أبعد من اللائحة اللي تم الترشيح، صح؟ ما أبعد من منصبك كرئيس تنفيذي في الهلال. اثبت. تفهمون؟ اثبت. تفهمون ولا ما تفهم؟ لا أنا عندي إثبات، أنت ما عندك إثبات. والله الإبعاد من الإدارة اللي دار القائمة المرشحة الجديدة. ما هو من منصبك كرئيس تنفيذي. لا لحظة. ليه أبعد؟ لأنه أبعد لأنه لا يطابق الشروط. إيه كإدارة جديدة يا أبو إبراهيم. لا تطابق الشروط. يا أبو إبراهيم. هو رئيس تنفيذي سابق. في شروط عشان كمرشح للإدارة غير الربحية. هم يبغوا هو رئيس تنفيذي سابق. ما حاصل في الاهلي الان الموجود رئيس تنفيذي سابق والاداره جديده. واللي حاصل في الاتحاد رئيس تنفيذي سابق. لا 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 ما هو صحيح. كيف مو صحيح؟ الان يزن الشريف. ايوه. هل قريت خبر رسمي من وزاره الرياضه ان تم ابعاده؟ قريت انت؟ احنا بنقول على السن احنا فاهمين هذا مدير تنفيذي. قريت واضحه يا سعود واضحه. هذا بيقول لك مجلس اداره غير مدير تنفيذي. ابو سلطان ابو صهيب عشان رتب الحوار لو سمحتوا. ابو عبد العزيز كملت كلامك؟ لا ما بتكملت. طيب قفل لي على الموضوع. فاقول لك انا سالتك عن مرزوقي. ايه الدخول. ورحت انت حولت على ابو فهد وسالته. لا هو اللي سال. لا انت بس حولت عليه. اي هو سال لانه سال يقول لك لماذا هذا وقع وهو اصلا مبعد. هذا في خلط شوي وعدم فهم. الان تم التوضيح ان شاء الله ابو فهد فهم. طيب ايش فاهم الحين قاري بيان. النقطه اترك البيان واقرا كلامك. شفت انك حولت عليه مره ثانيه. طبعا ما يبغى. لا ايش تسوي العملاق حاضر لازم الحقائق تظهر. العملاق يلا ها يلا تفضل ابو عبد العزيز. ما عندك أيوة. ما عندك معلومه صحيحه. مرر العملاق اخطا يلا بنرجع. فهذا قرار انا اعتقد انه قرار طبعا مستحق وكان متوقع لانه مدير الاحتراف خالف الاحتراف. يعني مدير الاحتراف للأسف. نعم. أول شيء أنه بعد رفضه للمطابقة كان هو قد استشار أو وجه سؤال لجنة الاحتراف. جاء الأمر بالتنفيذ لم ينفذ. بعدها تجاوز هذا الشيء تجاوز مرجعيته وخالف أوامر مرجعيته وبالقفز إلى وزارة الرياضة. وزارة الرياضة أيضا أخرجت بيان واضح وصريح بالعكس وتوعدت أيضا
اللي يغالطون الوقائع والحقائق ويؤلبون الرأي العام، كل هذا واضحة وصريحة. العملية مش انتقائية، لحظة العملية مش انتقائية. الآن يستشهد بقرارات وزارة الرياضة، وحنا عندنا قرار وزارة الرياضة بإبعاد عبد الله الجربوع. لا يا اخوان نرجع لموضوع الجربوع، يعني عملية انتقائية، ياخذ قرارات وزارة الرياضة التي تعجبه أبو فهد والتي لا تأتي بصفه يتجاهلها. تبي نرجع موضوع الجربوع؟ بس خلنا استند على قرارات وزارة الرياضة. انا استندت على قرارات وزارة الرياضة، ما قال لا انا عندي قرار ثاني بإعادته. نقول جيب قرار وزارة الرياضة بإعادته، ما عنده. المشكلة احنا نحكي عن بيان واضح، في قرار واضح، بيان واضح وصريح، لو في قرار ويستشهد بشيء هو خلق، هو ما هو فاهمه. هذه المشكلة. بعد ذلك هو تجاوز مرجعيته، صدر قرار وزارة الرياضة واضح وصريح. أيضا في خلط ثاني من زميل صالح، وللتوضيح وأنا أعتقد أنه صالح إن شاء الله أنه بيتفهم هذا الشيء، أنه ليش أعضاء مجلس الإدارة أنهم وش المشكلة في استقالتهم. أول شيء البيان، البيانات واضحة، وأن لجنة الاحتراف أو وزارة الرياضة تأكدت من أن رئيس الشباب يملك تفويضا من أعضاء مجلس الإدارة، بمعنى أن استقالتهم ما لها علاقة بالتوقيع مع تنبكتي. هذه نقطة. النقطة الثانية اللي يعرفون، لحظة بس، أنا عندي معلومات لأني أنا أبحث. وش سبب استقالتهم؟ مدام عندك معلومات. واجهوا ضغوط من مين؟ وهم أصلا الأسماء هذه حديثة عهد بالرياضة، ما تحملت هذه الضغوط وقدمت من الشبابيين أنفسهم. من الشبابيين؟ إيه من الشبابيين أنفسهم. طيب جميل، واجه ضغوط. جميل كلامك. هذا ليه نطالب إحنا بالتحقيق؟ لأنه حتى هؤلاء اللي مسولين تكتل على كيفهم في الشباب لابد من إبعادهم إذا كان كلامه صحيح. هذه معلومة يعني أكيدة. أنا ليه طالبت بالتحقيق؟ هي هذه واحدة من الإشكالات، إنه لما نقول التحقيق إذا كلام أبو عبد العزيز اللي يقوله، بعض أعضاء الشباب ضغطوا عشان يستقيلوا، لابد أن تتدخل الوزارة وتبعد أعضاء الشرف هذول حتى لا يسووا تكتل أو لوبي يحددوا اللي يبغوا. أبختم بنقطة. هذا إذا كلامه صح. مدير الاحتراف في نادي الشباب. برجع لك إبراهيم في نقطة مهمة. مدير الشباب. تفضل. أخطأ. قفل لي الموضوع. في ثواني. أخطأ ويتحمل هذه العقوبة. إذا كان اتخذ قراره بمخالفة مرجعيته وبعدم الامتثال للتوجيهات اللي تصدر له من لجنة الاحتراف فهو يتحمل خطأه وعليه دفع. طبعا القرار ما زال في مجال للتقاضي، ولكن عليه تحملها، وإذا كان مدفوعا أو تم التأثير عليه عليهم أنهم يقطون معه 300,000. طيب انت الحين ابو عبد العزيز تقول استقاله الاعضاء الاربعه اللي فتح موضوعها ابو ابراهيم ما لهم علاقه بقضيه تنبكتي، صح ولا لا؟ ما لهم علاقه لانهم مفوضين الرئيس اصلا. انت ايش تحليلك لها يا ابو ابراهيم؟ نقطتين ما زلت الان صرت اصر على التحقيق. ليه اكثر؟ لانه اذا في لوبي شبابي يقعدوا يضغطوا على اعضاء مجلس اداره عشان يستقيلوا، لابد من ابعادهم. هذول قاعدين يخربوا على كلامه هو. أمر آخر وهذا اللي هم نقطة نظام. لما تقول اللائحة أنه يبعد المرشح هذا لأنه غير مطابق، وتأتي الوزارة أي وزارة وتخالف لائحتها، تلقائيا تستطيع أن تذهب للمحكمة الإدارية وتستصدر منهم حكم بإلغاء القرار حق. ليه؟ لأنه المرجع دائما اللائحة اللي يخضع لها الموظف والوزارة، إذا خالفتها المحكمة الإدارية تحكم لمن خالف هذه. يا أبو إبراهيم، وبالتالي إذا قالوا أنه الوزارة رجعته وهو مخالف للائحة يبقى القرار خطأ. أبو إبراهيم بس للتوضيح قانونا. أبو إبراهيم للتوضيح، أنا ما أدري. لا الوزارة ما شالته، الوزارة رفضت أنه يجي مع القائمة، لكنه هو كرئيس تنفيذي لانه ما تنطبق الشروط. ايه لكنه هو في يا ابو عبد العزيز، لا تنطبق الشروط. اسمعني اسمعني إيه؟ بس لا تنطبق الشروط عليه ليصبح عضو في المجلس او رئيس. لا تنطبق الشروط. اذا قالت اللائحه لا تنطبق الشروط وجت الوزاره وقالت يعين، يا ابو ابراهيم المحكمه الاداريه تلغي القرار. ابو ابراهيم ليه؟ لانك خالفت اللائحه. ابو ابراهيم يا اخوي، هذا قانون. ممكن أنا أتكلم عن قانون. لا لحظة بس، هذه الوزارة ما عينتها من جديد،
هذا رئيس تنفيذي سابق في نفس مكان. لازم تفهمون هذا رئيس تنفيذي سابق. طيب ما استبعد ما أبعد من قال استبعد استبعد من استبعد ما أبعد يا أخوي. رفض اسمه استبعد من القائمة الجديدة لإدارة اللي هو كرئيس تنفيذي لإدارة جديدة. يا ابن الحلال افهموا وشلون نفهم ما في قرار يا أخوي. يا اخوي هو رئيس تنفيذي سابق ما زال في مكان. انا ما ادري بس في القانون انا 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 مستمتع انا مستمتع بكلام عبد الرحمن. لو الوزارة طيب. خالفته المحكمة الإدارية تلغي أبو صهيب وعيسى. أبو صهيب تكفى وضح لهم نوزع معليش. أنا مستمتع بكلام عبد الرحمن تدري ليش؟ لأنه كان هنا يقول أيام قبل ما يوقع أنا كنت كتبت تغريدة أنه حسان تنبكتي أصبح لاعبا هلاليا. يقول أنا اتصلت على الإدارة قلت يا أخوي أنت وقعتوا مع حسان تنبكتي. قال له لا ما هو صحيح. قال يا أخوي سعود الصرامي صديق خالد البلطان هو اللي كاتبها. قال سعود الصرامي الله يصلحه. إيه قلتها قلتها بالضبط قلتها. إيه الحين الحين لا هالعالم اللي قاعد دافع عنهم بهالاستماتة هل هذه من المهنية؟ هل هذه من المهنية التي تدعيها؟ هل هذه من المهنية التي تدعيها؟ أنا المهنية مخليها للعملاق. طيب لا يبيك سنوات. طيب عثمان في حاجة يمكن نحتاج إنه نسترجعها. هو في شهر يونيو الماضي كانت الإدارات الأندية انتهت فترتها. الإدارات الموجودة انتهت فترتها وبدأت عملية الانتخابات الجديدة وتقديم القوائم في الإدارات غير الربحية. نعم. اللي هترشح نفسها للإدارة لأربع أندية معروفة. هذه الترشيحات أو القوائم اللي تقدم لجنة الانتخابات هي اللي تراجع هذه القوائم صح. وتطبق عليها الشروط الجديدة في الإدارات القادمة اللي كان منتظر إنها تدخل جمعية عمومية وتترشح. أكثر من إدارة استبعد منها اسم أو اسمين لعدم انطباق الشروط الجديدة عليها. من ضمنهم كان المهندس عبد الله الجربوع اللي هو كان أساسا الرئيس التنفيذي للإدارة اللي كلفت شهر زيادة في نادي الهلال استبعد من القائمة الجديدة للإدارة غير الربحية اللي حتترشح في الانتخابات. وبالتالي سبب الإبعاد ذكرت ثلاث أسباب اللي هي إنه, إنه 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 هو لأنه ثلاث فترات رئاسية فترات. كان هو رئيس تنفيذي. طيب. وذكر إنه العمر وذكر إنه عدم إجادة اللغة الإنجليزية. لا الإنجليزية أعتقد جديدة. في النهاية أنا أقول لك الأسباب اللي ذكرت أنا متابع أنا ما طيب. ماني داخل البيت خلاص. الهلالي في النهاية استبعد من القائمة التي كانت مترشحة. ما هو من منصبه لأنه في نفس التوقيت دقيقة بس خلينا أكمل لأنه في نفس التوقيت الرؤساء التنفيذيين في الاتحاد وفي الأهلي النصر وفي النصر وفي الهلال هم نفسهم اللي كانوا موجودين وبالأسماء نذكرهم. طيب خلونا في شأن الشبابي بس جملة بس يا أستاذ عثمان إذا هو يخالف الشروط اللي محطوطة لإدارة قادمة مش حالية مش إدارة قائمة قادمة مش قائمة إذا كان العمر فهمت علي أو الثلاثة هذه شروط موضوعة في اللائحة إذا واحد منهم اللي قلته أنت اللائحة المعدلة يا صالح مش اللائحة القائمة اسمعني بس إذا لا شوف أي تعديل يلغي القديم على طول يلغي القديم أصلا الإدارة منتهية انتهت. يلغي اللائحة القديمة الإدارة وبالتالي انتهت. يطبق الجديد. فأنت قلت كلام إذا كانت مخالف للشروط أما بسبب الثلاث أو بسبب هذا يبقى كل تواقيعه الآن الصادرة نعم. كلها تبطل عيسى الجوكر من المحكمة الإدارية. أبو عبد الله في أي موضوع يا أخي الرئيس التنفيذي أيه؟ هو لا يعني لا قرار ولا إبعاد يا أخي الإدارة غير الربحية 25 والربحية 75 لما جاءوا الآن بيحطوا نظام جديد إلى يعني الإدارات السابقة لم تكن بهذه الوضعية الجديدة بالنسبة للإدارات الجديدة من حيث النظام نعم وحطوا بالنسبة إلى البنود فترة. اللائحة لحظة الآن هم لما لم تنطبق عليه لم يستبعد هو الوزارة الآن على إيجاد البديل. طبعا أنتم تعرفون في الآونة الأخيرة رؤساء التنفيذيين الآن بالنسبة للنصر وبالنسبة للهلال وبالنسبة للاتحاد وبالنسبة للأهلي هناك
اختيار جديد بأن يكون أجانب. الرئيس التنفيذي هم أجانب. أجانب. واحد منهم وبالتالي أيوة وبالتالي ما ما في عملية. مدير الكرة. لا لا لا. الرئيس التنفيذي. وبالتالي وبالتالي ليس هناك مثلاً عملية إبعاد أو استبعاد. هو الآن مستمر مؤقتاً. إلى أن يجي الرئيس الجديد. مؤقتاً يعني الوزارة ما قالت لك إنه أنتوا استبعد هذا الرئيس التنفيذي ليس له الحق في أن يمارس عمله. هم ايضا في وضعهم الان اللائحه الجديده بالنسبه الى اوضاع الرباعي هذا هو صح. فقط بالتاكيد وسيعين الان رئيس تنفيذي اجنبي في نادي الهلال مخالف الشروط لا يقبل مخالف للشروط الجديده للادارات القادمه بعد ما تبتدي ما ابتدى مجلس الاداره صدر لا هذا الكلام كان وقتها لسه هل لسه وقتها هل القرار هناك صدر بان يكون الرئيس التنفيذي اجنبي لحظه بالله ما تبغى موضوع الشباب لا 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 نروح محور ثاني يقول خلينا نروح محور ثاني مو عاجبك موضوع الشباب استهلك الموضوع لا هو استهلك الموضوع مهمه احنا ناخذها خطوه خطوه عندنا محاور اسمعنا لا يفكر احنا ابو صاحب وضح بصراحه والاستاذ عيسى اوجز ووضح اللي ما يبغى يختلف لا بس عشان اوضح في القانون اذا نشرت اللائحه الجديده تلقائيا تعتبر اللائحه القديمه ايش ملغيه وتطبق ايت وطالما نشرت ما تقدر تقول والله سابقا خلاص في لائحه جديده هي لم يطبق الحين ماجد المرزوقي هل يستطيع بعد العقوبه التي صدرت مكلف قبل مكلف لمده شهر قبل صدور يا ابو ابراهيم الان ماجد المرزوقي بعد قرار الوقف هل يستطيع ان يقوم بالتوقيع على عقود اللاعبين المحترفين طبعا لا لانه مستبعد عبد الله الجربوع مستبعد الان مثلا المعلومه اللي قالها الاستاذ عبد الرحمن الجماز انه استبعد لأنه له ثلاث فترات معناها يعني نهائيا من القائمة يعني نهائيا مرشحة من القائمة المرشحة الجديدة يا الله العالم حريصة جدا على عبد الله الجربوع انه يبقى لا حريصة على المعلومات على الحقائق انك قاعد تضرب مثل بحق الاهلي وحق النصر وحق الاتحاد وحق الشباب هذول ما صدرت فيهم قرارات اسمعني اسمعني ما لها علاقة القرارات شغل اللف والدوران ده ما ينفع شغل اللف والدوران ده ما ينفع ما ينفع لحظة اهدى ابو فهد ابو صهيب لو سمحت وهدى ابو فهد لا لما يضرب لي عشان تداخل الاصوات اصبر طيب خلينا ما خلينا نكمل هو اضرب حقائق لا تضرب هذا كلهم ما فيهم واحد ما لي علاقه فيهم ما في ابو صهيب لحظه واحد لحظه ما نستفيد شيء كذا ابو فهد ما نستفيد شيء انا المدير التنفيذي النصراوي لم يستبعد الأهلاوي لم يستبعد الشبابي لم يستبعد الاتحادي لم يستبعد الاتفاقي لم يستبعد بالرغم تغيير الإدارة والهلالي لم يستبعد صدر في قرار الفترة اللي نتكلم عليها يا بندر الفترة اللي نتكلم عليها كانوا مكلفين من الوزارة رؤساء تنفيذيين لمدة شهر أقول هذه هي الفترة اسمعني اللي هي كانت فترة تقديم قوائم الإدارات غير الربحية شوف فترة حل الإدارة لحظة فترة انتقالية كانت اسمعني يا سيد لا بس هذا لحظة قبل التعيين نتكلم عن الفترة الانتقالية الآراء الآن توقيع أبو إبراهيم أبو إبراهيم مو الآن الآراء القانونية اللي يقولها أبو إبراهيم آراء قانونية تستند على القانون الآراء الأخ اللي يقولها أبو صهيب ويا عبد الرحمن الجماز آراء بالمشعب لازم لا معليش لازم الا بالمشعاب معليش المشعاب عنده لا لازم بالمشعاب انا مضطر اوقف النقاش ابو صهيب ابو فهد فاصل قصير متابعينا وراجعين ان شاء الله حياكم الله متابعينا من جديد الجزء الثاني في الديوانية لا زال حديث عن الشأن الشبابي
واستعرضنا في بداية حلقتنا اليوم خبر يتعلق بإيقاف الأستاذ ماجد المرزوقي. أيضا في ذات الشأن اليوم الأمير عبد الرحمن بن تركي أنعش خزينة الليوث ب10 ملايين ريال من خلال الدعم الكبير اللي قدمه لنادي الشباب ووقفته مع الكيان الشبابي. قدم دعم مالي بقيمة 10 ملايين ريال، وقدمت الإدارة المكلفة برئاسة خليفة الهويشان شكرها وتقديرها لسموه على الدعم غير المستغرب. طبعا هذا يأتي في إطار التكاتف الكبير في الفترة الأخيرة من قبل الشبابيين، واليوم يتزامن أول يوم لبدء الانتخابات لرئيس جديد لنادي الشباب. طبعا احنا نشاهد لقطات لتواجد اليوم الأعضاء الذهبيين وبدء صفحة جديدة. الأمير عبد الرحمن بن تركي أحد الأسماء والرموز الشبابية الموجودة في الكيان الشبابي وفي البيت الشبابي، ووقفته ومحاولة لملمة الأوراق التكاتف من جديد بعد التفكك اللي حصل في الآونة الأخيرة في البيت الشبابي ومصاحبة من جدل كبير. عوض رجعان، ولو انه مو عاجبك ان نتكلم في الشان الشبابي لكن لا لا بالقضيه نفسها، لا مو زين الشبابي لا تورطني، لانك انت قبل شوي تقول خلينا نغير الموضوع، فانا ابغى اليوم انا عندي اصرار. بندر هو اللي قال ما اتكلم في الشان الشباب، ايوه انا قلت ما نتكلم في القضيه. طيب ابو سلطان اسمع رايك في محاوله يعني اعاده الامور الى المياه اللي مجاريها في البيت الشبابي. بالعكس احنا الاسبوع اللي مضى كنا انا والاستاذ نبيل نقشبندي عند محمد جابر الحيدري كبير الشبابين، طبعا محمد جابر الحيدري استاذ محمد يعني ما عندك مشكله مع الشباب؟ ما عندي مشكله الحمد عبد لله. طبعا دعم الامير تركي ومقربته من الفريق عبد الرحمن بن تركي ومقربته من الفريق اصلا من زمان يعني، وانا اتصور حتى المرشح القادم الآن للإدارة الجديدة يعني هتكون بداية جيدة بهذا الدعم وبهذا التواجد وبهذا التكاتف. وتكلمنا إحنا قبل كذا إنه يعني مسألة انتقال لاعب يعني بعثرت شوية الأوراق الشبابية وكان في خلاف واضح بين الذهبيين وبين الإدارة السابقة، فأتمنى إنه يعني يكون في اختيار يتفقوا عليه ويكون في برنامج صراحة يمشي عليه الرئيس، لأنه لا زال في لاعبين في النادي ولا زال في لاعبين حيفكروا يمشوا من النادي. فأنا أتصور المسألة ما هي مسألة رئيس راح ورئيس جاء، المسألة باينة واضحة ماديا، لأنه أنت لو رجعت للرئيس السابق موضوع مادي إنه هو جاء بصراحة ويبحث عن دعم، والدعم يعني أشياء كثيرة الناس كلها عرفتها. نعم عيسى، ما يظهر لك الأجواء الشبابية بدأت تتجه نحو الإيجابية إلى حد ما؟ يعني خلينا نقول له رب الضارة النافعة يعني ما حدث للشباب في الآونة الأخيرة. وهذا اللي كنا احنا نقول فيه من البداية حقيقة، الحراك الشبابي حتى في تقديم القوائم بالنسبة للانتخابات لابد حقيقة أن يكون هناك في مظلة، على الأقل لا أقول أنه هذه المظلة تشمل كل الشبابيين المؤثرين والذهبيين 100%، ولكن في الأندية التي يعني حقيقة التي توجد فيها مثل هذه السياسات، على سبيل المثال الاتفاق لم يتأثر بالنسبة للانتخابات، كانت هناك نوع ما من المظلة والمرجعية، وبالتالي هو في نفس الوقت الذي بدأت فيه اللي هو انتخابات نادي الشباب صار فريق الاتفاق رغم أن هناك قوائم مختلفة دخلت إلى الانتخابات، ولكن أنه هو في نهاية المطاف صار الفريق بشكل هذا. بالنسبة للشباب هذا هو الدور حقيقة بالنسبة للمؤثرين والذهبيين اللي يتخذونه قبل وقوع الحدث، ما أجينا بعده يعني تسمح لي بهالكلمة. في الانتخابات الماضية لم يكن هناك دور مؤثر بالنسبة للذهبيين أو صناع القرار في نادي الشباب أو محبين نادي الشباب بشكل كبير جدا، وبالتالي سمعنا أنه لم يعني الأستاذ خالد الثنيان لم يتقدم إلا قبل 3 أو 4 أيام، لم نكن أنه يعني بمعنى آخر أخذ رأينا أو جلس معنا أو استشارنا وما إلى ذلك. طيب أنت دورك قبل الانتخابات وين؟ ما أجي لما تصير المشكلة أنت أجي فيها. اليوم حنا نقول أنه تعدل الوضع، عادت العربة إلى السكة، ابتدى اللي هو المؤثرين والداعمين بالنسبة في نادي الشباب أن يتخذوا خطوات في صناعة القرار. بالتأكيد لو بالنسبة للتعاقدات الأخيرة إن شاء الله حتى لو كانت يعني قليلة تعود إلى نادي الشباب إلى يعني إلى وهجه، وبعدين شباب شئنا أم أبينا
واحد من الأندية الكبيرة اللي قدم المنتخبات الوطنية الكثير من النجوم اللي قدم صحيح. إنجازات على 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 كافة المستويات ويجب حقيقة نعم أن يتعامل معه عندما يعني يتراجع أو عندما يصبح في أزمة أن تفرد إليه المساحات سواء في البرامج أو الصحف لأنه بالفعل نادي كبير. نعم. 10 مليون اللي دفعت اليوم من صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن تركي بن عبد العزيز آل سعود هو امتداد لدعمه ودعم والده من أكثر من 30 سنة. نعم. وهو دعم مهم جدا من الأمير عبد الرحمن لأنه الشبابيين تنبهوا وخافوا من أن يرسم سيناريو جديد ولكن بطريقة مختلفة ويأتون أشخاص ليس لهم أي علاقة بالنادي ثم يسيطرون على النادي ويبدأون يعني يخلخلون جسد الفريق ويترنح الفريق ثم قد لا تشاهده إلا في دوري يلو. نعم. أعاد التوازن. فاليوم الأمير عبد الرحمن بن تركي صار صاحب الأصوات الأعلى وستنتهي فترة هذه يوم الثلاثاء بعد تقريبا 48 ساعة. الآن الأصوات الأعلى أصبحت عند الأمير عبد الرحمن بن تركي لتحديد من هو الرئيس. هناك أسماء شبابية 100% من المؤكد أنها ستكون موجودة في إدارة الشباب الجديدة. أتكلم مثلا عن الأخ العزيز عبد العزيز بن فهد المالك، اللواء خالد الزيد. نعم. أسماء شبابية حريصة جدا على بناء الفريق وإنقاذ الفريق، وإذا حدث للشباب أن تعدى مرحلة الخطر ووصل إلى ترتيب مثلا أقدر أقول السادس السابع وتعافى نتائجيا ابتداء من مباراة القادمة أمام الفيحة خاصة بعد الصفقات الكبيرة كابتن منتخب المغرب ولاعب البلجيكي، أنا أعتقد الفضل لله أولا وأخيرا. نعم. ثم لما بذله سمو الأمير عبد الرحمن بن تركي بن عبد العزيز آل سعود الذي أثبت أنه الشبابي الحريص جدا على أن يكون الشباب ركنا أساسيا من أركان كرة القدم. نعم. السعودية. فإن شاء الله بإذن الله أبو عبد العزيز إن شاء الله بنبارك له إن شاء الله بتحسن نتائج الشباب وكل الشبابيين واقفين مع الأمير عبد الرحمن ومع. نعم. مجهوداته الجبارة المبذولة ما اليوم ما في شك. الأمير عبد الرحمن التركي كأحد الرموز الشبابية والأسماء الشبابية والدور الفعال في البيت الشبابي بالفعل يعني تدخله كان في الوقت المناسب وأعاد التوازن للبيت الشبابي. أبو صهيب. نعم. والله شوف أنا أعتقد هذه الزيارة الذهبية والأمير عبد الرحمن اليوم طبعا. نعم. هذا مؤشر لأنه هو كأنه تدشين لمرحلة جديدة حيدخلها الشباب بعد اللغط اللي صار في الفترة الماضية المدة القصيرة اللي جات فيها إدارة وراحت وما صاحبها من انقسام ومن بيانات ومن أصوات شبابية وأساءت للكثيرين يعني استاءوا منها في الحقيقة ورفضوها يعني جملة وتفصيلا على اعتبار أنه مكانة الشباب وقيمة الشباب. فلما يقوم الأمير الآن ومع الأعضاء الذهبيين سمو الأمير ومع الأعضاء الذهبيين بالزيارة هذه اليوم في مستهل فتح باب الانتخابات الجديدة اللي تبدأ اليوم تنتهي يوم الثلاثاء القادم، أعتقد أنه هذا إشارة واضحة إلى أنه هذا تدشين لمرحلة شبابية جديدة مختلفة متغيرة بأسماء شبابية بأسماء في الواقع ستبدأ تعيد الشباب إلى المسار اللي منتظر منه اللي معروف عنه ما بين الأندية الكبيرة. أبو إبراهيم هل أنت متفائل في الفترة المقبلة بالنسبة للشباب؟ والله خاصة أنك طالبت بإيضاح الحقائق. لاني متفائل ولاني متشائم. أنا عشان كده سألتك. لكني أنا أقرأ الواقع أو ما أراه واقع بموضوعية. مسألة أنه اقفل الصفحة وافتح صفحة هذا كلام إنشائي عاطفي يميل إلى العاطفة أكثر من العقلانية. ما حدث من انقسامات واضح أنه في النفوس هناك شيء ما بين الأطراف وما حيختفي بسرعة. نعم. إذن ما هو أفضل حل للشباب في الوقت الحالي؟
أفضل حل، وربما قلتها قبل فترة قبل كم يوم مع كان معاي الأستاذ اللواء خالد الزيت وهو الشباب المعروف، إنه قلت إذا اللواء خالد الزيت شخص يتفق عليه كل الأطراف المتنازعين فهذا ما يحتاجه الشباب، يحتاج شخص توافقي، رئيس توافقي، شخص يمسك النادي بحيث إنه الجميع يلتفوا حوله، يلتفوا حوله. أما إذا أحد الأطراف قدم رئيسه فنحن وكأننا نعيد قصة مشاكل زمان الوحدة، مشاكل الاتحاد زمان. لابد في الصراعات هذه أن تبحث عن شخصية توافقية. ليه؟ لأن النفوس عشان تهدأ يحتاج وقت، وهو ما عنده مانع. أي النفوس عشان تهدأ يحتاج، يعني ما في واحد الآن مثلا خلنا هنا جالسين الخلاف بين اللي حدث بين الأستاذ عثمان والأستاذ سعود يحتاج وقت أنت السبب إلى أن يهدوا، لكن لو قلهم يلا أنتوا حبايبنا مو حبايب، وبالتالي أنت السبب يوم مزعنا معك ما مزح. هذا ترى كذا ثقافة لعبة اليد قلب عليك، يعني إيش إن لم تكن معي فأنت ضدي. فهذا اللي أنا أقوله، ما يحتاجه الشباب. أبو إبراهيم قفلنا الموضوع، لا ترجع لا ترجع لو في أمثلة كثيرة. أتركنا من عثمان أبو فهد يا أنت بيجيك بشعاب خليك. الخلاصة أنه الحل للشباب الآن بحث عن رئيس يتوافق عليه الأطراف المتنازعين. نعم. عبد الرحمن الجماز أبو عبد العزيز، شوف الشبابيين طبعا في الفترة الماضية عايشين مشاكل كثيرة مع الإدارة، وفيه توجه سواء إعلامي أو من الأعضاء الذهبيين عدم رضا على الإدارة السابقة اللي ما استمرت طويلا وتحققت رغبة الشبابيين برحيلها. الشبابيين أيضا في الوقت اللي كانوا يطالبون فيه بالدعم ولاعبين، وبالفعل الشباب فريق استحق وهو أحد الأضلاع المهمة في كرة القدم السعودية. نعم. لكنهم كانوا في أمس الحاجة إلى ترتيب أوضاع البيت الشبابي من الداخل، وهو من الآن ما حصل. دخول الأمير أو بروز دخوله في المشهد الأمير عبد الرحمن بن تركي بن عبد العزيز في المشهد الشبابي بقوة، وأيضا تبرع بعشرة ملايين وحصوله على الأصوات الآن مجموع الأصوات الأعلى، بمعنى أنه الآن الأمير عبد الرحمن بن تركي هو القادر على تحديد هوية الرئيس القادم. أنا أضم صوتي لصوت إبراهيم أنه الشبابين فيه مشاكل، في مشاكل بالداخل وفي تجاذبات داخلية في الشباب، فمن الأفضل أنه البحث عن رئيس توافقي على الأقل يكون في الوسط، مدام الآن الرمزية موجودة وأنه فيه رمزية بوجود الأمير عبد الرحمن بن تركي، واللي هو بيكون الضامن الكبير لعودة الشباب من جديد. لأنه حقيقة الشباب لو استمر في وضعه السابق ممكن أن يكون مصيره مثل مصير الأهلي الموسم الماضي. واستقراره مهم للأمانة. يعني إحنا لما نتكلم لما نتناقش في الشأن الشبابي، معلش أبو فهد، إحنا نتحدث عن كيان كبير قدم مثل ما قال أبو عبد الله، قدم للرياضة السعودية الكثير من لاعبين ومن بطولات ومن إنجازات ومن مواهب. يعني للأمانة إحنا لما نتناقش في الشأن الشبابي البعض يعتقد أنها يا أبو فهد استقصاد او ان محاولة لا 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 اثارة البلبلة. احنا سمعنا نسمع الاراء هذه، بس احنا نتكلم عن الشأن الشبابي، نتحدث عن كيان كبير. لا لا، لانه في الحين الان في مشروع، الان في مشروع كبير انت تتكلم تتكلم عن مشروع كبير جدا شمولي كامل، يعني يتسع لكل كل كل الأندية. يعني مثلا زي نادي الاتفاق، انا ما اعتقد ما في سعودي ما هو بسعيد ولا هو فرحان ولا هو يعني يشعر بكثير من السعادة والفرح بما يحدث في الاتفاق اليوم من صفقات عالمية، من صفقات عالمية رنانة. يعني الاتفاق يستحق أن يكون ستيفن جيرارد مدربا له. نعم. الاتفاق يستحق أن يكون جوردن هندرسون قائدا له. الاتفاق يستحق أن يكون موسى ديمبلي هدافا له. هذا جزء من المشروع الكبير.
جزء انه احنا انا ابغى والقادسيه الان فيه مشروع كبير قاعد ينهض فيه. فانت تتكلم لما احنا نشوف المدرجات في الشرقيه ممتلئه والاتفاق ينافس والقادسيه وايضا الطائي وانديه الجنوب وانديه الشمال، هذا مشروع انت لازم انت تدعمه صحيح. بقوه وتسانده بقوه. الحاجه الوحيده اللي انا ودي انا في رياضه الشرقيه اللي انا فرحان في النهضه ذي، انا رسالتي لبعض الاعلاميين اللي حقين الساحل الشرقي، انا ادعوهم للهجره المعاكسه. الهجره المعاكسه بمعنى دعم الاتفاق والقادسيه. والله اقولها لكم، ترى الهلال ما يحتاجكم، واستفزازاتكم للنصراويين لا تضر النصراويين، لكنكم لو دافعتوا عن الاتفاق وطالبتوا بحقوق الفتح وطالبتوا بحقوق القادسية، متأكد أنكم في يوم من الأيام بتفرحون بلقب كبير، القادسية بطل آسيا في يوم من الأيام. هذول إعلاميين الشرقية أبو فهد؟ إيه طبعاً، أنا هذا أتكلم عنهم. عيسى من حقه يرد، بس من أفضل الداعمين لمين؟ للفتح والاتفاق والخليج. والخليج والله أنا أشوفه يدعم الخليج في لعبة اليد مش في القدم، في كل الألعاب. لا أنا ما أما بس أنا بس أنا واقف مع الاتفاق، واقف مع القادسية، واقف من أخي هو موجود ليه تتكلم عنه؟ الحين الآن 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 مثلا لما تتكلم عن الاتفاق، الآن الآن لما تتكلم عن الاتفاق خليه يقول بعدين إيش. أنا أتكلم لك عن الاتفاق، ألا يستحق يا إعلام الساحل الشرقي هذا النادي العريق فارس الدهناء اللي عرفنا كرياضيين سعوديين بأن الحصول على البطولات الخارجية أمرا ممكنا؟ أول فريق حقق بطولة خارجية هو الاتفاق، ساندوا الاتفاق. طيب هذا هذا نسمع من عيسى الجوكر. فالدعوة لهم بالهجرة المعاكسة. تفضل يقصدك أنت. لا يلا أبو عبد الله خلينا نسمع تعليقك. في البداية ليش تدعمون الهلال والنصر اللي لا يدعمون الهلال ويستفزون النصر؟ إي تدعمون الهلال والنصر وتستفزون النصر، والهلال والنصر ما هو بحاجتهم صح ولا لا؟ بالضبط. هذا كلام ابو فهد. تفضل ابو عبد الله. شوف بالنسبه للاعلاميين الشرقيه وبدون تحديد حقيقه، لا ننسى ان الانديه لما تنافس ولما تكون في الصوره يبرز الاعلام والجمهور اكثر صح. وبالتالي هو قال مثلا في الخليج في اليد، الخليج في اليد او بالنسبه للانديه الشرقيه في كره اليد ككل كان هناك تغطيه وتواجد وحماس، وايضا حقيقه انه تنقل هذا الانجاز وهذه واثار هذه اللعبه جماهيريا الى الخارج، وبالتالي كل الخارج ايضا ياتي الى حيث هذه النتائج والى حيث هذه الاثاره. احنا نقول بالنسبه للاسف الشديد في لعبه كره القدم تحديدا يعني مرت على المنطقه الشرقيه وكره المنطقه الشرقيه يعني نكسات كبيره جدا، يعني هبط القادسيه لدور الدرجه الاولى وهبط ايضا الخليج الى دور الدرجه الاولى، تواجد الفتح ولكن تواجد الفتح في مناطق بعيده عطفا على كان في قبل عده سنوات عندما حقق بطوله الدوري، الاتفاق ثمان سنوات ما بين المركز العاشر ما بين المركز ال11 ما بين المركز ال12 حتى يا ابو فهد خلينا نكون اكثر واقعيين، حتى انتم في البرامج الرياضيه في السنوات الماضيه لان ليس هناك يعني خلينا نقول لك يا حضور، انا لا اقول بطوله، حضور جيد بالنسبه الى المباريات انه يفوز الاتفاق على الهلال او يفوز على النصر او يفوز على الاتحاد او ما الى ذلك، هذا كان حضور خجول جدا وبالتالي ساهم ابو فهد في نوعيه التراجع. اما بالنسبه انه هو يعني كاعلاميين الى الهلال والى النصر، يمكن انت ابو فهد عندك بعض الاسماء شويه انطباعك مركز معاهم، تركز معاهم فقط في الجانب اللي يخصك، لكن انت في 80% من اعلاميين الشرقيه 90% من اعلاميين الشرقيه يكتبون عن الاتفاق، يكتبون عن النهضه، يكتبون عن الصفا، يكتبون وبالتالي انت لا تعمم في ان انت وجدت يعني تعدني بالعوده للهجره المعاكسه. احنا تعدني ولا لا؟ احنا بالنسبه لا انت بحكم انك رئيس قسم رياضي وبشبه يومي في القنوات الرياضيه سواء في الديوانيه او غيرها، تعدني بالهجره المعاكسه انا لم وان تؤثر على الاخرين بالهجره المعاكسه لم اهاجر وتؤثر على لم اهاجر لم اهاجر لم اهاجر انا حتى اعود. طيب احنا بالنسبه لرياضه المنطقه الشرقيه اذا ابو فهد اذا انت عندك ما وعدتني يعني لا بقول لك يا اذا انت عندك الاعلامي هو فقط لكره القدم فهذا حقك. انا بالنسبه كاعلامي في المنطقه الشرقيه اعلام شامل،
عندي في 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 منطقتي هناك ألعاب جماعية وألعاب فردية متفوقين فيها بدرجة يعني بدرجة وصول إلى أبطال آسيا ووصول إلى مشاركة في الأولمبياد. نكتب عن هؤلاء وبالتالي أنا أقول لك إياها. تكتب عن الألعاب المختلفة وأكتب عن كرة القدم. طيب لو 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 تعاقب المدرب بالتكنيكال فاول كم يشوت في السلة؟ لا أنت تقول الآن أنت لا أنت مع عملاق أنت الآن قدام عملاق أبو إذا عوقب المدرب لا في كرة السلة بالتكنيكال هل يتم التسديد ضربة أم ضربتين أم ثلاث؟ ورمية. أكيد عنده مختصين بالقصد عندكم مختصين بعد عنده مختصين لا لا أنا مهتم حنا نعود أنت وراك تساعده لا أنا لا 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 هو قال معلش أبو فهد معلش بالنسبة إلى القوانين وما إلى ذلك في أي لعبة ولكن خلينا نكون واقعيين يا أبو فهد أنت طرحت موضوع مهم جدا اللي هو أنه هو تقول أنه هناك هجرة الإعلاميين الشرقية أدعوهم للهجرة المعاكسة إلى الخارج حنا نقول لك بإذن الله إلى إيش؟ بإذن الله متى ما كان هناك حضور قوي بالنسبة للأندية الشرقية سيكون أيضا هناك حضور قوي إلى الإعلام. طيب طيب الآن الاتفاق لا لا القضية ما لها شغل بالهجرة جاهز يا أبو عبد الله معليش أبو إبراهيم الاتفاق يقدم لنا صورة جميلة الآن طيب ويستحق الدعم الآن سيسلط عليه الأضواء بالضبط هذا نقطة أبو إبراهيم يعني بعيد عن اللي قاله الأستاذ سعود الأستاذ سعود لو تتابع 20 سنة الإعلام في فترة كان الإعلام في بداية الألفية كان هلال واتحاد هو اللي يتنافس صح. في فترة دخل الأهلي طرف صار معاهم في فترة صار الأهلي والشباب لوحده فترة الأهلي والاتحاد وبالتالي التنافس بين فريقين أو ثلاثة يسلط الأضواء ومن الطبيعي كل الإعلاميين هيكتبوا في ما يبحث عنه الجماهير والهجرة اللي يقول عنها الهجرة المعاكسة ما في شيء اسمه هجرة الخلاصة يا أبو فهد الخلاصة يا أبو فهد هو بنفسه نعم. عندما دخل ابتعد النصر أيوة. ودخل الشباب راح إلى هجرة أنا الحين الآن لحظة الآن لنا ساعة الساعة الأولى اللي انزعج منها أبو سلطان كلها عن الشباب اليوم دخلنا في الهجرة المعاكسة أنا صحفي شامل لكل الأندية هذا اللي الآن أعطيك المعلومات صحفي شامل الخلاصة أنا سألتهم الخلاصة دفاع الى اعلامي المنطقه الشرقيه أي. اليوم انت مثل ما قلت اليوم الاتفاق قاعد يقدم صوره جميله هل شفت اعلامي الشرقيه غير داعمين الى نادي الاتفاق ما في هل شفت في مساحاتهم في صحفهم في صحفهم ولا واحد تكلم لا لا كلهم تكلموا كلهم تكلموا وكلهم امتدحوا وكلهم دعموا وكلهم دعموا وكلهم طالبوا الجماهير وكلهم طالبوا بنسيان الخلافات السابقة وأن يقدم الفريق كما كان يقدم في فترة الثمانينات مثل ما قلت أنت يا أبو فهد فريق إرث يمتلك إرث كبير جدا يجب أن تعود الجماهير إلى المدرجات نعم. لكن أبو فهد يعني أنت ما تصير وصي عليهم يعني لا لازم أصير وصي لا 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 هم لازم أصير وصي لا لا هم بيعرفون واجبهم لا ولا لا أسمعني وأتمنى لماذا وأتمنى لا تختلف معهم في المرحلة القادمة عندما لماذا أنا سؤال يا أبو عبد الله أتمنى لا تختلف معهم في الفترة أنا ماني مختلف أنا ماني مختلف مع أحد هو سأل سؤال أنا سؤال الآن هل شاهدت إعلاميا من الساحل الشرقي احتج على بيع عقد فيصل الغامدي انا اقول لك اياها إيه؟ كمحب الاتفاق إيه؟ بالمبلغ اللي ذهب فيه إيه؟ برافو على اداره الاتفاق انا بيع لعيبه النادي نعم طبعا بيع لعيبه الفريق لا لا شكرا حبيبي لا ما هو بيع بس هذا لا دقيقه فائده الصفقه للاتفاقيين الاتفاق الان نادي غني نادي غني الاتفاق ليس في حاجه الاتفاق في حاجه اللاعبين اكثر من المال اللاعبين اللي بقول لك فيصل قحطاني وين فيصل الغامدي وين يلعب يلعب في الوسط انت شفت الان الموجودين بالنسبه لفريق الاتفاق في الوسط وهل انت شفت اللاعبين اللي بيجيبونهم من نادي الاتحاد بالضبط جاي ابو لا لحظه انا بضرب المعلومه مو بس انك تتكلم انه بيع لاعب كم العقد الاتحاد اخذ الاتحاد اخذ من الاتفاق لاعب فيصل لكن اخذ لاعبين كم اخذ لاعبين من الاتحاد يعني هي انا بسال سؤال العمليه مو انك تتكلم عن انا عن معلومه وعن انه بيع لاعب طيب انا اتكلم عن الاتحاد طيب والاتفاق طيب في المقابل انا اتكلم لك الان لاعبين لاعب دولي زي حمدان ولاعب شاب راس حربه منتظر نعم. لاعبين راحوا الاتفاق طيب. الاتحاد
سؤال لو سمحت في وقت من الأوقات في كرة هو المذيع أنت اللي تسأل ولا هو اللي يسأل يسأل عيسى هو اللي نقاش بينه وبين عيسى لا ترى يا أبو هو يتناقش هو عيسى الجوكر أنا بجيك هو يتناقش هو إياه النقاش هو إياه لا أبو نواف ترى أنت اللي دخلت لا تزعل لا تزعل أبو نواف لا تزعل والله لا تزعل طيب شوف الآن تسمح لي في فترة من الفترات في كرة القدم يكون اللاعب أهم من المال ليش؟ يعني مثلا محمد صلاح قدم له مبلغ خرافي يعني لا يمكن لأي نادي يعني يرفض هذا المبلغ لماذا يورغن كلوب رفض المبلغ وفضل اللاعب وأبو بكر عثمان مالي أكد حضور اللاعب لأنه كرة القدم في أوقات يقول لك اللاعب أهم من المال نعم طيب ما هو موضوع لو سمحت أبو صهيب لو سمحت احنا عندنا موضوع المنتخب الآن هذا هو لا يرمي كلام وتمرر اليوم المنتخب السعودي واصل تحضيراته لملاقات نظيره الكوري الجنوبي في إطار استعدادات المنتخب للبطولة الآسيوية حيث طالب المدرب الإيطالي مانشيني اللاعبين بتعديل الأخطاء لا سيما في مركز حراسة المرمى وخط الدفاع بعد المباراة الأخيرة اللي تعرض لها المنتخب بخسارة أمام المنتخب الكوستاريكي وصاحبها ردة فعل واسعة في الوسط الرياضي أبو سلطان عوض رجعان دقيقة بس ترى حتى انت الموضوع اي حتى الاستاذ سعود كتب انه هات اذنك صلاح اتحادي ما كلكم ترى ما في احد ما في احد ما تكلم في موضوع محمد صلاح انتهى موضوع صلاح اتحادي ابو فهد لا تقول اتحادي انتهى موضوع عوض رجعان المشعب شكله عندي انا عوض رجعان تفضل ابو سلطان المنتخب السعودي ما في شك تعرض لخساره مع المنتخب كوستاريكا وهي الامانه كانت خساره محبطه حتى لو انها مباراه وديه بس انه يعني دقائق معدودة من بداية المباراة وتستقبل هدفين وكان في مشاكل الأمانة في خطوط الفريق نتكلم عن الحراسة أو خط الدفاع أصلاً أنت لو في ردة فعل صارت عكسية على المنتخب اليومين هذه لو تلاحظ تعبيرات المدرب يعني حتى من الناحية النفسية يعني زي اللي زعلان أخطاء بدائية كأنها يعني باين أيه. من شكل تعبيراته ولكن إحنا نمسك الموضوع من البداية منتخب يعني مدرب مشي في وقت بعد كأس العالم بعد مرحلة تجديد يعني إحنا عشان ما نظلم الناس منتخب بعد كأس العالم ما كان عنده مشاركات دخلنا إحنا في شيء جديد بالنسبة لنا أيام الفيفا توقف أيام الفيفا موضوع المعسكرات القديمة والتقليدية والتجانس بين اللاعبين يعني مرحلة جديدة كرة القدم السعودية مدرب جاي من مدرسة يعني مختلفة اختيارات اللاعبين ما أعتقد 5 أيام اختيارات اللاعبين ممكن مساعد المدرب الأخ محمد أمين حيدر فأنا بالنسبة لي المباراة كانت 20 دقيقة اللي هي فيها الشوط الثاني الفريق نتكلم يعني باجتهادات من اللاعبين حتى الحارس أخطاء يعني خلينا نقول أول مشاركة له حارس لسه في مقتبل العمر وأتصور اللي حيساعدنا إحنا المرحلة القادمة إنه عندنا إحنا أيام فيفا في أكتوبر عندنا أيام فيفا في نوفمبر صحيح أنا قارنت بصراحة ليش أقول لك كمان أكثر من محبطة يعني نتيجة تخوف المنتخبات الآسيوية المنافسة لعبت يعني كوريا الجنوبية اللي حنلعب معها الثلاثاء لعبوا يوم الخميس قبلنا بيوم أمام ويلز أتعادلوا 0-0 إيران تغلبت على بلغاريا أستراليا تعادلت مع المكسيك اليابان هزمت ألمانيا للمرة الثانية في ألمانيا 4-1 يعني إحنا نتكلم عن هذه المنتخبات الأربعة هي اللي خلينا نقول دائما تتنافس على الصعيد الآسيوي أعتقد حتى أوزباكستان تلقت هزيمة موجعة قطر قطر من كينيا 2-1
فبصراحة أتمنى أنه الفترة القادمة نستفيد منها. العناصر أنا أعتقد في عناصر لابد أنها تتغير. المباراة أنا أعتقد مباراة كوريا الشمالية الجنوبية آسف حتكشف للمدرب حتى مستوى الكرة في آسيا، لأنه حتى المدرب بيجي الموضوع كرة آسيا. نعم. فأعتقد أنه التصور الثاني حيكون أفضل، الأخطاء حتكون أقل. المدرسة الإيطالية معروفة بصراحة على الدقة في التمرير، أثبتوا لعيبتنا بالرغم من احتكاكهم العام الماضي باللاعبين الأجانب والكم الكبير من اللاعبين الأجانب إنه الضغط القوي عليهم في ملعبهم. نعم. يرتكبوا أخطاء بصراحة غير متوقعة. أبو عبد العزيز، الضجة الكبيرة اللي يعني غلفت الأجواء المحيطة بالمنتخب أو حتى الرأي العام والمهتمين، كانت تستحق كل هذه الضجة وردة الفعل العكسية الخسارة اللي تعرض لها المنتخب؟ لأني أنا أشوف يعني للأمانة أشوف هجمات أو حملة ضد بعض، سواء خلينا أقول لك في صار موضوع فيه تقسيم تصنيف للمنتخب ألوان هلال نصر غيره، فبالتالي صار فيه يعني حملة سلبية. هذا الكلام صحيح، بس خليني قبل ما أدخل في ذا الموضوع بس على الأقل بس بأنصف الزملاء في الإعلام اللي في المنطقة الشرقية، برغم أني أنا ما أحب التصنيفات، أنه الإعلام يظل إعلامي سواء في جدة في الرياض في المنطقة الشرقية في المنطقة الشمالية للجميع، يفترض أن الإعلام يؤدي 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 دوره. انتهينا أبو عبد العزيز، لا ترجع. لا نقصد المطالبة بالهجرة معاك زي ما قال أبو إبراهيم، أنه الأندية اللي تكون في الواجهة هي اللي يتم تسليط الضوء عليها، بدليل أن أبو فهد حينما ابتعد عن النصر 20 عاما عن البطولات كان هاجر إلى الاتحاد وكان مقربا للرئيس نادي عشان يقول هذا. طيب المنتخب يعني قال أحرجني بالنسبة للمنتخب، بالنسبة للمنتخب والتجاذبات اللي في المنتخب أنا أعتقد أنها يعني هي خلنا نسمع بس أبو عبد، أنا أعتقد أنها ميب جديدة يعني يعني ما كانت جديدة، دائما المنتخب يتعرض لمثل هذه الانتقادات وهذه التجاذبات بين هذا المعسكر وذلك المعسكر، احيانا ترتفع واحيانا تخفض، لكنها موجوده. يعني المنتخب السعودي الى قبل ان يذهب الى كاس العالم كان فيه هجوم كبير على مدرب المنتخب، ما بعد فوز الارجنتين طبعا كان الفوز الكبير والعريض والفوز التاريخي، يعني التزم الصمت الذين كانوا يهاجمون المنتخب. بعد مباراة المجرة وبنهاية كأس العالم والعدم تأهل المنتخب في دور المجموعات شاهدنا الهجوم الكبير. الآن اللي أنا أقصده طبعا مباراة هذه يفترض أنها ما تكون مقياس، ويفترض أنها ما تكون عامل توتر. خلينا بنرجع سالفة اللي أنت قلتها السؤال، لأنه في تجاذبات بين معسكرين اللي هي خلينا نكون واضحين صريحين بين المعسكر الهلالي وبين المعسكر النصراوي. طيب يعني الآن فيه مثلا كان فيه الانتقاد مثلا نواف العقيدي، هل ما أخطأ نواف؟ أخطأ. هل هجوم في محله؟ أنا أقول هي هذه مباراة ودية، يفترض أنها طبعا أوكي أنت من حقك أن تنتقده، ولكن أنك أنه في الأخير ما تصير محل تجاذب بشكل قوي. في نقطة مهمة، احنا كلنا نتذكر سالم الدوسري الان من هو سالم الدوسري؟ كابتن المنتخب السعودي ويعتبر يمكن افضل لاعب سعودي، تعرض الى حمله قويه وانتقادات واسعه سواء في ناديه من سالفه حس يا سالم، سواء في المنتخب سالفه العكاز، قاوم هذه وبالعكس وتحمل هذه الضغوطات لان اصبح افضل لاعب. رسالتي الى نواف العقيدي، انت لاعب بالعكس مشروع مستقبل، والنصراويين والجماهير السعودية وجماهير المنتخب ترى فيك شيء كبير، لكن لابد أنك تتحمل الانتقادات. كونك أنت تخرج في حسابك وتجيب أن أنا أفضل كذا، معناه أنك أنت بدأت بالتأثر لهذه الضغوطات، وهذه بصراحة ما هي مؤشر كويس للاعب لحارس يفترض أنه بالعكس المستقبل أمامه ومستقبل كبير، بدليل ثقة ناديه وعدم انتداب لاعب حارس أجنبي ويمثل فريق النصر اللي معروف الآن اللي مدجج بالنجوم. نعم. مع ذلك أنت فرضت نفسك في ناديك، وبالعكس وأتوقع أن المستقبل أمامك كبير. عموما المنتخب السعودي لم يكن سيء بالشكل اللي تم تصويره،
بهذا الشكل، وإن كانت هي مباراة ودية، والمباراة الودية دائما ومدرب لأول مباراة يقود هذا المنتخب. بس معلش أبو عبد العزيز، بما أنك أنت ذكرت تحديدا الكابتن نواف العقيدي، يعني كانت الحملة قاسية جدا على الكابتن نواف العقيدي، وإحنا مثل ما قلت إحنا ننتظر منه أن مشروع حارس بارز ونجم كبير قادم للساحة الرياضية بقوة. أنا معك تمام؟ كل اللي تقوله. يعني أنا كنت أنتظر للأمانة وعتبي الكبير على اللي كانوا يهاجمونه، حتى وإن كان يتحمل جزء من المسؤولية أو كان لديه ما لديه من أخطاء في هذه المباراة أو غيرها، أنا كنت أنتظر يعني وقفة من الشارع الرياضي، من المجتمع الرياضي، ويمكن كلنا نتفق في هذا الأمر. من اتحاد الكرة، أنا أتكلم عن المشهد الرياضي بكل تفاصيله يا أبو فهد. كنا ننتظر أن نقف مع هذا اللاعب، ندعمه ونوقف معه ونشجعه. وبعدين ترى للأمانة، يعني للأمانة أنا ما برر الكابتن نواف، لكن ترى أول مرة يلعب مع المجموعة هذه. لا بس شوف، وأول مرة يلعب مع المدرب هذا، فكانت حملة قاسية جدا. يعني الأمانة محبطة لنا إحنا كرياضيين، ومحبطة لكل محب للمنتخب السعودي. يا أخي ترى في النهاية نواف العقيدي يا أخي يمثل بلدي، يمثل منتخب بلادي. يعني ليش أنا أقصو عليه وأرجع للقديم، للتصنيفات، للألوان؟ إحنا الأيام اليومين اللي راحت قسمنا المنتخب، صنفنا المنتخب إلى ألوان، هلال ونصر. لا يا أخي، المنتخب أكبر من كذا. أقول لك شيء، شيل الهلال والنصر يطلع ما في تقسيم المنتخب. هذا اللي حاصل. اللي قاعد قال لك الطريقي. قال لك الموضوع هلال ونصر. أنا خلني بق. أنا اليوم سمعت رأي فني. لحظة معليش أبو فهد. لا بس معليش. لا ما ودي أن نقطع الفكرة. الآن قال لك أبو إبراهيم اللي حصل هلال ونصر. طب الفترة هذه. أول ما كان في محمد نور كان برضو نفس الشيء. المنتخب السعودي يا أخي أكبر من موضوع هلال ونصر. أطلق على المنتخب السعودي فترات سابقة. تسمية المنتخب السعودي باسم نادي، باسم شعار نادي. أبو صهيب موجود، أسمع تعليقك على هذا الموضوع قبل ما أروح الفاصل، تفضل. والله هو شوف، هو الكابتن نواف العقيدي تعرض بالفعل لنقد قاسي جدا. أنا دائما أقول للاعبين وأقول لنواف الآن، يعني النقد اللي يجيك وما يقويك، ما يدفعك للأمام، ما يضرك، هذا طالما أنت لاعب تثق في موهبتك. فكيف وأنت أصبحت لاعب دولي وتمثل منتخب بلدك؟ بس اللي حصل مو بنقد، وليكن مع احترام رأيك أبو صهيب، وليكن اللي حصل في اليومين الماضيين أكبر تجاوز مرحلة. لا فيك في احنا متابعين فيه أوكي، جزء بسيط فيه كان انتقاد إيجابي فيه نقد، لكن في الغالبية كانت صراحة يعني إساءة للكابتن وللمنتخب. في كان نقد فني، وفي كان برضو تحليل وتبرير للأخطاء اللي حصلت من المنتخب إجمالا ومن نواف في نفس الوقت. أنت كلاعب دولي الآن، واللي حولك أيضا من الفنيين ومن الإداريين، لابد أنهم يعني يساعدوا اللاعب في أنه يصل إلى الأشياء المفيدة، إلى الأشياء اللي ممكن نعتبرها نقد حقيقي، وبالتالي يستفيد من هذه الأشياء ويتقدم ولا 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 ينطر منها. بالنسبة للمنتخب طبعا ما كان في احد راضي عن المستوى اللي قدمه المنتخب اجمالا في هذه المباراة. والمبررات كثيرة، يعني ما يعني واضحة زي ما قالوا الاخوان، يمكن هي هذه المباراة الاولى، الاسلوب الجديد للمدرب، لسه اللعيبة ما استوعبوا درجة الانسجام بين اللاعبين، ما كانت يعني في المستوى المطلوب. حتى المباراة القادمة يعني الأخطاء اللي حصلت متوقع أن تحصل في المباراة القادمة، الأسماء ممكن تتغير بالنسبة للمدرب، لأنها هي مباراة ودية ومباراة تجريبية، لسه المدرب يبحث عن الأسماء، يبحث عن القائمة، وهذه الأشياء كلها نتوقع. لكن في الواقع يجب أنه إحنا لا نطالب بأنه نعطي للاعب المنتخب حصانة، بالعكس هذول يمثلون جميعا، وبالتالي لابد أن النقد صح، نرفض التجاوزات، نرفض الإساءات، نرفض التجاوزات، لكن النقد بالعكس، النقد يفيد اللاعب ويقدمه. النقد بنا، يعني احنا شاهدنا طبعا جزء بسيط نقد بنا، لكن شاهدنا في للأمانة في الغالب كان يعني والله في الغالب بعيد أسمع كل أسمع البعد عن النقد، كان فيه تقريع للاعب للأمانة، في قسوة ضد لاعب، ضد لاعب إن هي هذا أسلوب، ضد لاعب أول مرة يلعب مع المجموعة، ضد لاعب
اول مره يتدرب مع هذا المدرب وبعدين حتى بعدين ترى في النهايه هي مباراه وديه يعني احنا نتكلم عن مباراه وديه ابو صهيب. ترى نواف ما هو لاعب جديد على المنتخب، ترى هذه يمكن رابع مباراه يكون مع 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 المنتخب صح، يمكن بس ما يتحمل هو كل المسؤوليه. اول مباراه اساسي، اول مباراه كاساسي، اول مباراه كظهور أبو إبراهيم. وبالتالي هذا في الواقع يعطي له دافع اكثر. ابو ابراهيم هل كانت الحمله مبرره؟ في حاجه مهمه وأنا حقيقة دائما أقولها، من لا يريد أن يسمع إساءة يقعد في البيت، طالما تبحث عن الشهرة والنجومية عليك أن تتحمل خليني أقول قسوة الآخرين اللعنات كما تتحمل كما يسعدك المديح، هذه طبيعة الرياضة كذا، تقبلها تقبلها، ما تبغى تزعلك اقعد في البيت ولا احد حيكلمك ولا احد حيجيك. تجيك رسائل في جيبك من الجوال ها؟ تجيك من الجوال اللي ساعه تجيك في من في جيبك تجيك. اعمل حظر. لا لا اقعد في البيت تجيك في جيبك. لا تلعب بس عشان توصل لك الفكره. طيب اللي حصل مع حارس منتخب اذا ما لعبت ما حد يسال لك. انا ابو صهيب ما عندي وقت بروح فاصل. بس اللي حصل مع نواف العقيدي اي انا بتكلم عن المباراه نفسها بشكل سريع عن أربع أشخاص والمدرب. المدرب لا يحاسب لأنه الأهداف ما هي أخطاء تقول تكتيكية، هذا واحد. الشخص الأول اللي هتكلم عنه هو أفضل لاعب في المباراة اللي هو سالم الدوسري. نعم. أتمنى أن يحل مشكلة الأنانية، أحيانا في كور ممكن يمررها لعبد الله الحمدان كان افضل له افضل في التسديد، اتمنى يشيل هذه عشان يكتمل هذه النجوميه. هو افضل لاعب حقيقه. الامر الاخر في عندنا الحارس نواف. نواف كان مرتبك، واضح الارتباك فيه اول مباراه ويريد هل انا أقدر. واخطر شيء انك ايش ما تجهز نفسك، وهذه كان واحده من حسان كان يريد أن يثبت أنه لاعب عظيم جدا فارتكب خطأ عظيم جدا. الشهري طب أنت ما ارتكبت خطأ عظيم جدا عندما وصفت نواف بأنه أسطورة؟ أبو فهد لو سمحت. أبو إبراهيم أبو إبراهيم أنت ما ارتكبت خطأ عظيما عندما ما وصفت نواف بأنه أسطورة الحراسة؟ لا بس عشان أرد لا عليك. لا 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 ترد علي لو سمحت إبراهيم. قفل لي موضوع المنتخب لأني بروح فاصل. لا لا بس أرد علي لأنه الفاصل عندي جاهز أنا ما أقدر أتأخر. مشكلة أنه يقرأ العنوان ما يقرأ المقال. طيب أنت الحين جاوب على سؤالي. هنية هنية ولادة أسطورة هنية أبو فهد قد هذه هنية الحين حولها الجريدة قد تكون الولادة هو نتركه بس كمل موضوع المنتخب ايضا ايضا الهدف اللي تسجل عند الشهري دخل عليه اللاعب كان من المفترض انه يحدث يعني في اشياء من البديهيات انه ما تسمح لاعب خلفك يقدم عليك بدون ان ما تحتك معاه احتكاك على الاقل في حاجه يا بندر بس اضافه بسيطه هذه هذه الاربع الملاحظات اتمنى نعم. ينتبهوا لها طيب. وبالاخص سالم لا يشبه نجومية. طيب كلنا تكلمنا عن المنتخب باقي ما تكلم المنتخب انا ما تكلمت اجل بعد بعد ابو عبد الله بعد اجل اجل بنروح الفاصل قصير ونرجع ان شاء الله نستكمل نقاشنا في الديوانية. اهلا بكم متابعينا في الجزء الاخير من الديوانيه. قبل الفاصل كنا نتكلم عن المنتخب السعودي وما صاحبه من رده فعل كبيره وتناولها الشارع الرياضي يعني بطرق عديده او طرق مختلفه بالنسبه لدعم المنتخب او حتى ايضا الانتقاد الايجابي والانتقاد السلبي، والبعض كان يراها يعني أجواء إيجابية والبعض الآخر أيضا وصفها بالأجواء السلبية، وأن المنتخب ما كان يستدعي كل هذه الضجة الكبيرة على اعتبار أنه كانت مباراة ودية ويعني كان في بعض الملاحظات. عيسى الجوكم أين تقف مع هذه الآراء؟
يعني خليني في البداية اتفق مع اللي يقول لك أن المنتخب لم يكن سيء حتى في عملية الاستحواذ 61-39 لمصلحة المنتخب، ركنيات 7-2، تسديدات 13-9 أو 10، لكن كانت واضح باختصار، ما نريد أن نعيد للجانب الفني، لكن كان واضح أن هناك أخطاء فردية أثرت على المنتخب. وبالتالي أنا مع أيضا من يقال أنه هذه المباراة الأولى للمدرب الإيطالي الجديد، وبالتالي علينا أن نتعمق كثير بالنسبة إلى الجوانب الفنية. لو طيب كان ما لو تعرض له الحارس، شوف أنا مع أبو إبراهيم في النقطة، ما أدري تحت الهواء أو على الهواء، لما قال لك أنه الأدوار تختلف. بالأول اتحاد وهلال ردات فعل، جمهور وجمهور، اليوم ردات فعل هلال ونصر. لكن أنت كلاعب أيضا وكنجم عليك أن هناك عندك لابد أن يكون هناك قدوة. ماجد عبد الله أيضا في عمر في 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 عمر الزهور على قولتهم في الملاعب تعرض إلى حملات، سامي الجابر تعرض إلى حملات، الكثير محمد نور تعرض إلى حملات وما إلى ذلك. لكن حنا في السابق خلينا أكثر واقعية، ما كان في السوشيال ميديا وما كان في ردات الفعل تظهر بهذه الصورة إلا فقط عن طريق يعني طبيعي الإعلام. أنا من وجهة نظري طبيعي ويجب أن هذا الشيء يحفز إلى تقديم الأفضل. أنا مع كل الواقع وأنا مع كل عاطفيين الغالبية وبالتالي اللي هاجموا المدافعين الثانيين هاجموا الحارس. يعني أبو إبراهيم تنبكتي نكبة بينما كان قبل شهرين أو ثلاثة هو المدافع الجامد. سمعنا انه بعد المباراه ايضا انه تنبكتي يعني في خلال شهرين او شهر ونص من كان يعني اكاليل المديح له والزهور وما الى ذلك، ايضا بعد المباراه تم انتقاده. وبالتالي هذه ظاهره من وجهه نظري لن تتغير لا محليا، وتريكون في معلومك مش هي خاصه بجمهور المملكه العربيه السعوديه، هي في ريال مدريد وبرشلونه في كل انحاء الدنيا. وبالتالي انا اتمنى تعتبر تعاديه جدا ترى يا ابو يا استاذ بندر، وفي المستقبل ايضا سواء نواف او غيره سيتعرض الى مثل ذلك من المناكفات والهجوم، وبالتالي لا نجعلها قضيه. وحتى جمهور النادي، يعني قبل شوي قال ابو عبد العزيز حس يا سالم، مين اللي قالها؟ جمهور الهلال. هذا الجمهور لو تجلس في المدرجات تشوف ايش يقولوا عن اللاعب اللي ضيع كوره الهدف. نفس هذا المشجع بعدها جاب هدف يقول هذا اعظم لاعب عرفه. صحيح. تتغير الاراء تتغير النتائج. هذه الصرامي المنتخب السعودي، انت قبل شوي طالبت اتحاد الكره بالدفاع عن اللاعب. لا انا شوف لو كنت يعني مسؤول في اتحاد الكره وعارف ان مدرب المنتخب ما يصل لن يصل الا قبل الفيفا داي بثلاث ايام لالغيت الرحله، لانه مو معقول يعني مدرب عالمي زي مانشيني لاعب كبير جدا في ايطاليا وجاب لايطاليا دوري كاس اوروبا، اجي استقبله قبل الرحله بثلاث ايام ثم اعطيه القائمه واذهب فيه؟ كان من المفروض انه ما يدخل في هالمهاترات، انه الغاء الرحله حتى لو كانت هناك ارتباطات وعقود انا اضحي فيها ولا اروح واخلي المنتخب هذه المشكله. معليش عطنا فرصه. الحاجه الثانيه، اليوم انا كنت اتكلم مع مدرب عن نواف حارس المرمى. نعم. يقول مشكلة نواف أنه جودة اللاعبين العالميين اللي موجودين في النصر تختلف عن جودة اللاعبين المحليين اللي موجودين في المنتخب. يعني هو برز كحارس مرمى جيد في النصر ويستطيع بناء الهجمة، يعني خطة السيد كاسترو مدرب نادي النصر تبدأ بناء الهجمة من عند نواف، مستفيدا من بروزوفيتش ومن فوفانا ومن مجموعة اللاعبين العالميين في بناء الهجمة. هؤلاء جودة اللاعبين غير متوفرة في المنتخب السعودي. كان من المفروض أن يلعب نواف هذه المباراة كحارس مرمى تقليدي لا يبني الهجمة من الخلف، لأنه لا تستطيع، ممكن الناس اللي قاعدين في خط الدفاع أو في خط الوسط لا يستطيعون أو لا يملكون مهارة التمرير بدقة. أنا أعتقد أن هذا تحليل واقعي. نعم. والدليل أنك مثلا لو جيت لنهائي العرب أفضل نسخة نهائية للعرب
في نسختها الاستثنائية العالمية الرسمية. المباراة الختامية الهدف التعادل للنصر رسمه نواف، تمريرة من نواف لسلطان الغنام لكريستيانو. وبمناسبة اسم كريستيانو أو شاهد أيضا وأسمع انتقادات لكريستيانو. أقول لكريستيانو ترى اللي ينتقدونك يذكروني بلمبة السطح، ترى ما حد يدري عنها، هي مولعة ولا طافية. طيب حنا في نهاية الأمر نهاية اللمبة دائما نقول كل التوفيق زي لمبة السطح، يعني انتقاداتهم لكريستيانو زي لمبة السطح، حتى وإن كانت تعرف عندنا في الدلم لمبة السطح أبو فهد إنه إن صارت مولعة ما حد اندرى وانطفت ما حد اندرى. طيب فانتقاداتهم لهذا الشخص اللي اسمه كريستيانو نعم ما حد يدري عنه. طيب المنتخب السعودي مقبل على مرحلة جديدة، وإحنا فقط نناشد كل الجماهير الرياضية والرأي العام، إذا كان هناك من انتقاد فهو انتقاد بناء، لكن الإساءات مرفوضة والتجاوزات مرفوضة والقسوة على اللاعبين أيضا غير مقبولة. في النهاية هم يمثلون منتخب المملكة العربية السعودية، صحيح إحنا نطمح للأفضل والأفضل، وإن شاء الله أيضا نحقق كأس آسيا الفترة المقبلة، لكن أيضا القسوة مثل ما قلت هي اللي دائما ما ودنا نصل لها ونتجاوز مرحلة الإساءة في التعاطي وتناول مواضيعنا ونقاشاتنا مع اللاعبين أو حتى المنتخب السعودي. كل التوفيق للمنتخب السعودي في الفترة المقبلة. عندنا آخر المواضيع اليوم في حلقتنا في الجزء الأخير من الديوانية، بعد اجتماع لجنة الحكام في عنيزة كان هناك حديث للسيد مانويل نافارو رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم. نتابع ثم نعود. هذا الموسم بدأ بشكل أفضل من الموسم الماضي، والأخطاء التي حدثت بداية هذا الموسم أقل من الموسم الماضي حتى على مستوى اللعب وقلة الأخطاء. بالنسبة لنا نرى 11 لاعبا مقابل 11 لاعب، ولا يهم اسم اللاعب مهما كان كبيرا، وجود الأسماء الكبيرة يضيف على مستوى اللعب والتحكيم وتقل الأخطاء، وأفضل إدارة بالنسبة للحكم تكون الأخطاء أقل. في هدف الهلال لا يوجد قفز للاعب الهلال على لاعب الاتحاد، كان الاحتكاك طبيعيا في حالة تنافس عادية. لا يوجد قرار مزعج وكارثي في الجولات الخمس الأولى، جميعها أخطاء طبيعية. مقارنة بالدوريات الأوروبية الكبيرة نشاهد أخطاء كبيرة كل أسبوع تثير أحاديث الإعلام، عندنا لم تحصل أخطاء مؤثرة في الجولات الخمس. And say this was a mistake one of our referees. Yes, we are doing. نعمل على أكاديمية للحكام السعوديين ونختار حكاما من الفئات السنية للمشاركة في الأكاديمية وإعدادهم بشكل جيد للوصول للمستوى الذي نسعى له. كان لدينا حكم سعودي شارك في كأس العالم للشباب الأخيرة، والآن يشارك الحكام السعوديون في بطولات الفيفا وأيضا في كأس آسيا القادمة، وسنشاهد حكما سعوديا في كأس العالم القادمة. إذا رفعت الأندية طلبها للحكم الأجنبي قبل 14 يوما نخاطب الاتحادات القارية والمحلية في أوروبا وأمريكا الجنوبية لتوفير أفضل الحكام الموجودين، لأنه عرف الدوري وطريقة اللعب وتفكير اللاعبين وبيئة الدوري عندنا. فترة بداية الدوري عندنا حكام النخبة كان لديهم دورات تابعة لاتحاداتهم، لذلك توجهنا لأمريكا الجنوبية والقارات الأخرى لتحكيم الجولات الماضية. أحد أسباب توفر الحكام يعتمد على الاتحادات، مثلا الحكام في إيطاليا لديهم عقود مع الاتحاد المحلي والأوروبي، وتكون فيه بطولات بنفس التواريخ التي نطلب فيها حكام، لذلك نذهب لدول أخرى وقارات أخرى. هذا الموسم نشرنا التسجيل الصوتي للفار في حالات خاصة التي يكون فيها القرارات ليست واضحة أو معقدة، لذلك نضع التسجيل الصوتي ليتضح
كيف اتخذ القرار لحالات خاصة. طموحنا القادم الاستمرار بالعمل والنجاح الأكبر للحكام السعوديين. أتمنى التوفيق للمنتخب السعودي مع الإيطالي مانشيني للوصول للقمة في البطولات القادمة. طبعا هذا الحديث اليوم بعد اجتماع لجنة الحكام في عنيزة أو قبل يومين كان هناك اجتماع للجنة الحكام والحديث للسيد مانويل نفارو رئيس اتحاد رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم. عوض رجعان الحديث يعني هو كلام طويل أمانة ومهم كله يعني في كل تفاصيل، لكن كان يقول أن الأخطاء اللي حصلت في الخمس جولات الماضية من دوري روشن مباريات جميعها يعني كانت أخطاء طبيعية جدا وما يعني ما يرى أنها كانت يعني بشكل مبالغ فيه. يقول من قبل كارثية وأفضل من أوروبا سمعته وأنها تحدث في أوروبا و... لا يقول إحنا يعني جولات أخطاء مؤثرة لكن ما غيرت النتائج. أيوة هو بيتكلم أوروبا عندهم أخطاء كارثية. لا إحنا ما عندنا أخطاء كارثية. إحنا بالنسبة الآن يعني من كثرة المتابعة بصراحة وجمال المتابعة إنه إحنا بادئين مع الغالبية من الدوريات الأوروبية ماشيين زي ما بيقولوا جولة بجولة، ممكن متقدمين جولة أو متأخرين جولة ولكن جولة بجولة، فهو متابع. اختيار الحكام الأجانب يعني أفضل، ولكن أنا بصراحة من أفضل حكام اللي جابوهم في المرحلة الماضية حكم مباراة الاتحاد والهلال. بالضبط. بصراحة يعني أنا الرحلة اللي قبل هذه كان معايا الأستاذ خليل جلال، طبعا محور حديثنا عن التحكيم. فالحكم في أخطاء لو تذكر المباراة، ولكن كان مشي لأنه في 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 ذهنه واللي استفدته من الأستاذ خليل جلال إنه الآن الإطار التحكيمي أو نجاح المباراة من نجاح الحكم إنه يمشي خلينا نقول بعض التصرفات من اللاعبين، والدليل التصرفات اللي سارت بين علي البليهي وحمد الله. حتى أنا تكلمت معه عن هذا الموضوع. ليه كانوا يمثل؟ إيه تقريبا. فأنا بقول هذا الحكم من أفضل الحكام اللي مروا على المرحلة الماضية. مع أن في مجموعة كبيرة متحفظة على الحكم. لا إحنا بنتكلم ما في أخطاء كارثية زي ما قال، وكان الحكم رتم المباراة مخليه سريع. والفتح والأهلي. فتح والأهلي أنا بشوف إنه حكم الفار كان يتحمل أكثر من حكم الساحة، لأنه في استدعاءات. أنا في وجهة نظري المفروض كان حكم الفار يروح قصدي حكم الفار يبلغ الحكم يروح على الشاشة وحتى توضح الأمور، لأنه في كاميرات بعد المباراة وفي التلفزيون جابت بعض اللقطات بصراحة كان المفروض يتفاعل معها حكم المباراة. حكم مباراة الاتحاد والأهلي أبو سلطان اللي هو السيد سكوبار من غواتيمالا، الاتحاد والهلال الاتحاد والهلال عمره 36 عام، حكم دوري منذ 2013، حكم كأس العالم، أدار مباراة في كأس العالم 2022 منتخب ويلز أمام إيران، أدار مباراة في كأس العالم الأندية 2021 الدحيل والأهلي المصري، أدار مبارتين في كأس أمم أفريقيا 2021 السنغال وزيمبابوي والجزائر وغينيا، أدار مبارتين في كأس العالم تحت 17 سنة 2019. أنا بقول لك قبل المباراة لما قريت غواتيمالا رحت على التحكيم اللي هو حكم فادي، يعني قلت استغرب غواتيمالا، بس قلت أكيد اشتغل في كأس العالم عشان كذا استقطبوا هذا الحكم. فأنا بقول اختيار الحكم، وقلنا أظن البارح إنه الحكم أنت إذا يعني عنده أخطاء المفروض ما حد يستدعى، ممكن ما توفق، ممكن الطاقم بشكل كامل، ولكن الآن إحنا بنشوف حتى أداء الحكام السعوديين وتفاعلهم باستثناء حكم واحد بصراحة. نعم. الأخ محمد الهويش، أنا في وجهة نظري الحكام الباقين إحنا بنشوفهم بيقدموا مباريات أفضل. نعم عبد الرحمن الجماز بشكل سريع لو سمحت. والله دائما أنا حديث رئيس لجنة الحكام ما يعني ما تستهويني كثير. ليه؟ الاستهلاك الإعلامي، وفيه بعدين هي يعني دائما يدافع لانه يمتدح عمله هو. طيب فقط. في كان اخطاء هنا، اخطاء فادحه بالنسبه لك؟ نقول ما في اخطاء فادحه، طرد سافيتش بكرت احمر ظالم خطا مؤثر لانه غاب عن مباراه، ما اثر في المباراه نفسها بحكم الهلال فايز بس اثر طيب في المباراه المقبله، حرم الهلال من حق المشروع
في خطأ. كنت أتمنى أنه يقول لا والله في أخطاء، في أخطاء كارثية، لأنه هذا خطأ كارثي يعتبر. أنت حرمت لا فريق من لاعب ولاعب مهم في القائمة الأساسية بخطأ كارثي. نعم عيسى الجوكم، أنا من جهة نظري أبو عبد العزيز، هذا السنة بالذات من خلال الجولتين الماضيتين أو استعراض دائرة التحكيم للحالات التحكيمية الجدلية، حقيقة أرى أني أفضل من الموسم الماضي لسبب واحد حقيقة. لو تعدد الحالات التحكيمية الجدلية في أكثر من مباراة، وهذا بمعنى آخر كل حالة جدلية في كل مباراة سلط عليها الضوء دائرة التحكيم، بعكس الموسم الماضي كانت هناك انتقاء من وجهة نظري إلى بعض الحالات وترك حالات مماثلة لها. فبالتالي أنا يعني في هذه الخطوة أشيد حقيقة بدائرة التحكيم. اثنين، البارحة أنا قلت أنه في كان نية أو تقارير صحفية إلى التعاقد مع حكام بأجانب من أجل الاستمرار في تحكيم مباريات الدوري يقيمون هنا. هذه سألت عنها في اتحاد الكرة، لم تكن له المعلومة بالنسبة لي صحيحة. بالنسبة إلى الجولة الماضية والأخطاء الكارثية، هي من حكام أجانب وليس من حكام محليين، مثل ما قال أبو عبد العزيز، الطرد بالنسبة لسافي حكم أجنبي، وأيضا عدم احتساب الهدف إلى كريستيانو رونالدو أيضا حكم أجنبي. وبالتالي إحنا علينا ردات الفعل حقيقة لما يكون الحكم الأجنبي تكون يعني خلينا منخفضة جدا، وعند أي حكم محلي يكون فيها مبالغة بدرجة كبيرة جدا. نعم سعود الصرامي. والله وأنا أشوف كلام لجنة الحكام، تذكرت المثل الشعبي، لولا لساني ما أعرف مكاني. يعني النصر فائز 4-0 والأمور ماشية، والهلال فائز 4-0 والأمور ماشية، يروح يطلعون بلقطات يثيرون الجدل عليهم ويثيرون الرأي العام عليهم. أنه هدف كريستيانو صحيح، أن الفريق فائز 4-0 أساساً خلاص انتهت المباراة. الهلال كرته غير صحيح، الفريق فائز 4-0 واللي بعده فائز 4-3. فأنا أشوف حتى عندهم يعني يحتاجون دروس حتى متى تخرج إعلاميا لتبرر. يعني أنا اللي أنا أشوف مثلا مباراة الفتح والأهلي، سافيتش لاعب مباراة الاتحاد، أنا أتكلم لك عن مباراة هو يقول ما يستحق، ما غاب عن الاتحاد، أنا أقول لك يستحق ما يستحق مباراة، يقول الكرت فهو يقول الكرت، أنا أتكلم لك عن الكرت. فهو اللي أنا أشوف يعني لو مثلا لو في كلام عن التحكيم، أنا أشوف المباراة الوحيدة اللي تستحق الحديث عن التحكيم مباراة الفتح والأهلي، هي اللي تستحق. طيب عثمان أبو بكر مالي أبو صهيب. والله شوف، أول شيء أنا أقول الوقت مبكر الحقيقة نتكلم عن عمل لجنة الحكام، هي كلها 5 جولات ما كانت فيها مباراة صادمة، يمكن مباراة ومباراتين هي اللي يمكن نتوقع فيها مثلا ملاحظات نتوقع فيها، لكن بقية المباريات كانت مباريات يعني مستويات متفاوتة. لكن في كلام وفي كلام يجب في الواقع إنه إحنا نقف عنده ونحاسبه على هذا الكلام في نهاية أهم شيء الموسم. أبرز شيء كلام قال إنه إحنا سنقدم حكام سعوديين في نهائي بطولة آسيا وفي كأس العالم، قال هذا الكلام بالنص يعني صحيح، وبالتالي يعني هذا كلام جميل جدا وكلام مهم وكلام نقف عنده تماما، وننتظر انه يكون فعلا ما يكون للاستهلاك الاعلامي. في ملاحظه، لا في اكاديميه لتاهيل الحكام السعوديين، يقول سنقدم في نهائي كاس العالم وكاس اسيا، واضاف عليها انه يعني سيكون هناك اكاديميه لتقديم حكام سعوديين مميزين. الفتره الماضيه في بعض الملاحظات على بعض الحكام اللي تم جلبهم، زي حكم اللي من جواتيمالا زي ما قلت انت، يعني حكم بلده لا تستخدم الفار، انت تجيبه في دوري الفار اساسي فيه ومهم جدا. انا اعتقد انه لاحظنا انه في يعني رده فعله كانت ضعيفه في مساله التفاعل مع حكام الفار، وحتى حكم الفار اللي كان موجود كان من خارج بلده، من دوله ما هو من جواتيمالا. مباراه الهلال والاتحاد، نعم مباراه الاتحاد والهلال، نعم هو الافضل، لكن لا هو حكم جواتيمالا ما فيها حكم، لكن وبالتالي كانت ردة فعله في التفاعل مع 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 غرفة الفار إلا إذا كانت لا تستدعيه في أشياء الناس تلاحظ أنها كانت تستحق، هذا موضوع ثاني. لكن أنا أعتقد أنه هذه ملاحظة جديرة بالاهتمام. أبو إبراهيم، أنا نفسي يأتي يوم
ونبعد الحكام الأجانب ونعتمد على الحكام السعوديين، لأن تكلفة الحكم الأجنبي يعني تعرف أنه إذا الفرق في جولة قرروا يجيبوا حكم أجنبي تكلفة 1,500,000 مباراة؟ ها؟ مباراة؟ لا لا، 8 مباريات. أيوه. إذا إذا الجولة الجولة أي تقريبا، أي كل مباراة 150,000 تقريبا، 175 أو 170. هي 180 تقريبا. صعبة تبعد كل الحكام الأجانب لا مباراة. لا، أنا قصدي أنك تخطط لجعل الحكم السعودي محترف. معنى محترف أنه يحقق له دخل عالي، وبالتالي عندما تضع دخل عالي لأي موظف، مو حكم، أي موظف، سيطور من مستواه ويحافظ على نفسه من أجل هذا الدخل اللي يحقق له إيش، خليني أقول الأمن الوظيفي. أتمنى أن يأتي يوم، لأنه دائما أقول الحكم مع الحكم مع الأسماء العالمية هذه، اللاعبين النجوم والعالميين والدوليين والأفضل نجوم العالم في العالم، نستكثر عليهم حكام دوليين وحكام أجانب. لا لا، بس عشان أقول لك حاجة، هذول العالميين اللي تقول عنهم كانوا يلعبوا في أوروبا. أبو إبراهيم، حتى روح شوف دوري موظفين. كل دوري أوروبي مين يحكمه؟ بس بيحكموا حكام من دول أخرى برضو فيها. أبو إبراهيم، الحكام الدوليين اللي جونا، الحكام الأجانب اللي جون عندنا، ترى كلهم موظفين مو متفرغين. كيف؟ اقرا السيره حقتهم الحكام، كلهم موظفين. صح، الغالبيه مو متفرغين. الغالبيه يعني. بالضبط، لكنه ياخذوا اللي ياخذوه هنا عالي جدا. كلام اخر. اي، لانه هناك ما ياخذ اللي ياخذه هنا. المهم تنجح مبارياتك وينجح دوريك. انا اللي اقصده لابد انه طالما انت ماشي في هذا المجال، لازم الحكام حقونك قضاة الملعب يكونوا إيه سعوديين. المردود أبو إبراهيم يقصد فيها المردود اللي للحكم السعودي، واللي جميع الحكام السعوديين حتى الدوليين منهم واللي حكموا برا، بالأول كان المردود المادي حقيقة أن الحكم السعودي زهيد وضئيل، ولا حتى يعني معلش ولا يغطي تكلفته من منطقة إلى منطقة. أنت تطالب أن حكامك يحكموا في آسيا ويحكموا في كأس العالم، أنت لو رئيس لجنة الحكام في آسيا، في آسيا حكامك ما يحكمون عندك، الدوري السعودي طورهم. لا لا، وتشوف الدوري السعودي، الاتحاد لا يثق بالحكام السعوديين، تبغاني أنا أثق فيهم؟ ما تخليهم يحكموا. ترى أستاذ صالح، ترى كل العالم بالطريقة دي يعني بالضبط. غالبية الدول بتستخدم حكام أجانب في الدوريات يعني في الدوريات. نعم، راح شوف الدوريات الأوروبية عندك ما تتابعوها إلا شوف الحكام بيستخدموا حكام، مين يحكموا حكام؟ كيف؟ مين يحكم؟ بيجيبوا حكم من البرتغال في أسبانيا، بيجيبوا هذا شيء طبيعي. البطولة الأوروبية ولا في الدوري؟ لا لا، حتى في الدوري ترى موضوع عادي جدا. لا مو عادي. أنا بتكلم بس في إضافة بسيطة، في لقاء لإيمانويل لمايكل إيمانويلو اللي هو المدير الاحتراف الاختيارات اللاعبين الأجانب، بصراحة في لقاء أمس صار له لقاء